مساء الخير جميعا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بجلسة حوارية اليوم بعنوان التعلم بالممارسة دمج التصنيع الرقمي بالتعليم. أنا المهندس أحمد فارس، مهندس مصنع الأفكار، أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد، وهدف المبادرة هو إتاحة الديجيتال فابريكيشن أو التصنيع الرقمي للعامة للناس، يعني أي حدا من أي خلفية علمية أو فئة عمرية بيقدر يستفيد من هاي التكنولوجي ومن التصنيع الرقمي من خلال مصنع الأفكار. نحن كفاسيليتي او كمركز متواجدين بمجمع الملك حسين للاعمال، ونفتح من الساعه 9 للساعه 5 من السبت للخميس. اما عن جلسه اليوم ف بحب اعرفكم عن السيد فادي الداود. السيد فادي الداود راح يكون مدير للجلسه الحواريه بتاعت اليوم. يعطيك العافيه سيد فادي. يسعد مساك أخي أحمد، وشاكر لك ولتك وركس هذه الدعوة الكريمة لإدارة وتيسير هذه الجلسة الحوارية الهامة جداً. الله يسعدك يا رب ويبارك فيك. تسمح لي أعرف عن حضرتك في البداية؟ أرجوك. شكراً. طبعاً السيد فادي داود هو مدير تنفيذي لملتقى طلال أبو غزالة المعرفي، ومستشار التعليم والشباب في مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، بالإضافة لكونه أمين عام منظمة سنديان للريادة والتطوير، ومستشار مالي وإداري ومدرب دولي مهني. يحمل السيد فادي ماجستير في أساليب البحث الإداري جامعة ليفربول من بريطانيا، وكما يحمل ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك للتكنولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية. السيد فادي يعد مدير معتمد للتعليم والتطوير، ومدرب دولي ومهني ومعتمد من CIPT من المعهد الأمريكي للشهادات، ومدير معتمد لمكافحة الفساد من المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد. ما شاء الله عليك سيد فادي، وإحنا كثير سعيدين لوجودك معنا اليوم وحضورك معنا، ويعني إلنا الشرف نستضيفك اليوم كمدير لهذه الجلسة. سيدي الكريم، بالعكس الشرف إلي وثقة كبيرة. أتمنى أن يعني صدقا أستحقها وأكون فعليا ما بين هاي النخبة من الأشخاص القديرين والخبرات العلمية والمهنية القيمة جدا على مستوى العالم، وتحديدا على مستوى العالم العربي اللي بنفتخر فيهم جميعا، أهل وإخوان وزملاء خبراء عرب بنفتخر فيهم في كل بلادنا العربية. وأشكر تقديمك عزيزي وثقتكم الكبيرة في تيك ووركس والعمل الجميل والمهم اللي بتقوموا فيه على أرض الواقع بين شبابنا وجامعاتنا وطلابنا. شكرا لك سيد فادي، بترك الجلسة لإلك ولضيوفنا من المتحدثين، وكمان ضيفنا من وزارة التعليم العالي السيد مهند الخطيب، فتفضل سيد فادي. أشكرك مرة أخرى أستاذ أحمد فارس من مصنع الأفكار تيك ووركس لهذه الثقة ولهذه يعني الفرصة والمبادرة الجميلة والهامة جدا لشبابنا وطلابنا وكل من هم معنيين بالتصنيع الرقمي والعالم الرقمي. بداية اسمحوا لي أن أرحب بكل من يتابعنا الآن عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نحن الآن في بث حي ومباشر عبر صفحة تيك ووركس مصنع الأفكار على الفيسبوك، وأيضا على صفحة مؤسسة ولي العهد كراون برنس فاونديشن على الفيسبوك، وأيضا شركائنا في هذه الجلسة ومن يساهمون في نشر هذه الجلسة، أيضا ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي على الفيسبوك، وأيضا عبر أثير إذاعة طلال أبو غزالة للأعمال والثقافة على تردد 102.7. فنرحب في كل من يتابعنا اليوم في هذه الجلسة الحوارية اللي إن شاء الله ستمتد لساعة ونصف تقريبا إلى ساعتين إن شاء الله. الكلام راح يكون هام جميل مفيد جدا، فنتمنى من الله أن يسعفنا الوقت فعلا لنستمع لهذه الخبرات والطاقات والقدرات العربية اللي نفتخر فيها في عالم التصنيع الرقمي تحديدا. لا شك الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وآثار جائحة الكورونا التي سرعت في هذا التحويل الرقمي، أصبحت فعلياً المهارات الرقمية والتعليم الرقمي بكل مجالاته ضرورة قصوى ولم تعد رفاهية، وهذا ما أثبتته جائحة كورونا وتداعياتها على العالم. فبالتالي تأتي جلستنا اليوم بهذا الحديث حول التصنيع الرقمي وبعنوان واضح وهام جداً حول التعلم بالممارسة دمج التصنيع الرقمي في التعليم. فبالتالي جلستنا اليوم وهدفها العام هو مناقشة الثغرات الحالية في النظام التعليم الحالي والتي يفرضها التعليم التلقيني أو التقليدي إذا جاز التعبير،
وكيف يمكن للتصنيع الرقمي وهذا التخصص في مجال التحول الرقمي وفعليا الثورة الصناعية الرابعة والتعلم بالممارسة أن يساهم في صقل مهارات الطلاب التقنية والشخصية وبناء عقلية التفكير الناقد والقدرة على حل المشاكل. هذا هدفنا إن شاء الله اليوم في هذه الجلسة اللي تعقدها وتنظمها مشكورة تكوركس مصنع الأفكار. وإذا بتسمحوا لي أيضا بالتعريف ولو بنبذة سريعة عن مصنع الأفكار تكوركس، والذي هو يعتبر إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، هذه المؤسسة العظيمة التي تشكل مظلة كبيرة للعديد من المبادرات. فمصنع الأفكار أو تكوركس هو مختبر تصنيع رقمي فاب لاب، وهو أحد مبادرات مؤسسة ولي العهد الذي يضم عددا من الأجهزة والمعدات المعنية بالطباعة ثلاثية الأبعاد وإنتاج النماذج الأولية من خلال التصنيع الرقمي، ثم إنشاء مصنع وتم إنشاء مصنع الأفكار فعليا بهدف تقديم الدعم للمبتكرين الشباب الأردنيين والأردنيات، وبهدف تشجيع التعليم التقني وتعزيز منظومة الابتكار في الأردن من خلال الجمع بين الشباب والأفكار والموارد. فضمن هذا الهدف العام وبالهدف التي أنشئت من أجله تكوركس مصنع الأفكار كإحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وجلستنا الحوارية التي تتحدث فعلياً عن دمج التصنيع الرقمي في التعليم، يسعدنا جداً أن يكون معنا اليوم نخبة من الخبرات والقدرات والكفاءات العربية التي نفتخر بها ونفاخر بها العالم صدقاً. فأنا سعيد جداً أن أكون ضمن كوكب من هذه الخبرات العظيمة جداً. وأيضاً يحل معنا ضيف قدير هو السيد مهند الخطيب، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. واسمحوا لي سريعاً الترحيب بمتحدثينا الكرام الذين يشاركون معنا اليوم في هذه الجلسة الحوارية. نرحب أجمل ترحيب بالدكتور حسن قنديل، أهلاً وسهلاً بك دكتور حسن. وأيضاً نرحب أجمل ترحيب بالمهندسة مي الدرتيري، أسعد الله مسائك مهندسة مي. وأيضاً نرحب أجمل ترحيب بالمهندس علاء الدين الخواجة، يسعد مساك سيدي. وأيضاً نرحب أجمل ترحيب بالمهندس عثمان المنظري، سعدت مساء سيدي وجميع المتحدثين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الجلسة الحوارية. لذلك وقبل أن نبتدئ نشجع كل من يتابعنا اليوم بالتواصل معنا عبر البث المباشر على صفحة الفيسبوك على تكوركس وشركائنا، وأن يتقدموا بأسئلتهم اللي إن شاء الله اليوم نستطيع أن نعرض هذه الأسئلة أمام خبرائنا. من بعد إذن متحدثين الكرام، إذا سمحتم لي أن نبدأ بضيفنا اليوم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اللي مشكوراً يعني استطاع ضمن يعني فعلاً ضغط العمل الكبير في هذه الفترة تحديداً مع انتهاء الثانوية العامة والتسجيل والقبول الموحد في الجامعات، فاستطاع أن يكون ويسخر 5 دقائق من وقته إن شاء الله معنا. سيد مهند الخطيب، أهلا وسهلا فيك سيدي، وأرجوك نتطلع لكلمة من حضرتك قبل البدء بجلستنا الحوارية. لك الحديث سيد مهند الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسعد مساكم جميعا ويعطيكم ألف عافية وكل الاحترام والتقدير لكم فردا فردا، سواء من داخل الأردن الحبيب أو إخواننا وأخواتنا العرب من خارج المملكة الأردنية الهاشمية. أتشرف أن أكون بينكم اليوم وأنقل لكم بداية تحايا معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس، هذا الرجل الذي أؤمن شخصياً بقدرته على إدارة قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي في المملكة بإذن الله. وبدي أتقدم بشكر كبير لمؤسسة ولي العهد، هذه المؤسسة التي نفتخر بها ابتداءً من الاسم العظيم الذي تحمله وانتهاءً بكل هذه المبادرات التي فعلاً هي مبادرات رائعة نراها على أرض الواقع تلامس شغف وطموح الشباب الأردني. كذلك كل التحايا، لا ننسى مجموعة طلال أبو غزالة، هذه المجموعة التي أيضا نعتز ونفتخر بها ونؤمن كوزارة التعليم عالي وكمجلس تعليم عالي بالتشاركية مع مثل هذه المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص، لأنه في نهاية الأمر الجميع في مركب واحد، الجميع هم الأردن وشباب الأردن ومستقبل شباب الأردن. شكرا لأحمد اللي كان يتواصل معي خلال الفترة الماضية، وآسف جدا أني غلبته كثير بسبب ضيق الوقت اللي كان موجود عندي. شكرا أيضا للأخ فادي على هذه التقدمة اللطيفة،
وبتمنى ان شاء الله اكون ضيف خفيف الظل كما يقولون. بدي يعني امر بشكل سريع على مجموعه من النقاط. اولا باكد على الدور الكبير اللي بتلعبه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال مجلس التعليم العالي الذي يعتبر وفقا لقانون التعليم العالي الاردني هو المظله الرئيسيه لمؤسسات التعليم العالي في المملكه الاردنيه الهاشميه. وحرص المجلس الكبير على إدارة هذا القطاع بما يخدم طموح الشباب الأردني ويحقق متطلبات سوق العمل. أكبر تحدي عم بنواجهه الآن، وأنا بحكي من منطلق عملي 17 سنة في وحدة تنسيق القبول الموحد، هذه الوحدة التي تعمل سنوياً على توزيع الطلبة وقبولهم في التخصصات في الجامعات الأردنية الرسمية العشرة، التخصصات الراكدة والمشبعة التي أصبحت تغزو أغلب جامعاتنا. حاول مجلس التعليم العالي في الآونة الأخيرة حقيقة أن يتبع مجموعة من السياسات لمعالجة مثل هذه الأوضاع، ابتداء من وقف استحداث أي تخصصات راكدة أو مشبعة أو مكررة، وتحفيز جامعاتنا الرسمية والخاصة وكلياتنا الجامعية الرسمية والخاصة أيضا على استحداث تخصصات جديدة. والأهم من كل ذلك إخواني الأعزاء التركيز على المهارات ثم المهارات ثم المهارات. الآن أصبح سوق العمل أرباب الأعمال لم يعد يهتم بشهادتك بقدر ما يهتم بمهاراتك، وبقدر ما يهتم بماذا تستطيع أن تقدم لعمله، ما هي المهارات التي تمتلكها والتي تستطيع أن تعكسها بشكل إيجابي على العمل المطلوب منك أن تقوم فيه. وهذا أمر هام جدا. وهون حقيقة قبل حوالي 6 أشهر أصدر مجلس التعليم العالي قرارا هاما جدا يتضمن جزئيتين. الجزئية الأولى طالب الجامعات أن تقوم بتحديث خططها الدراسية وأن تضمنها حصول الطالب على دورات متخصصة تسقل مهاراته تتوافق مع التخصص الذي يدرسه، تحسب من ضمن ساعات الدراسة في خطته الدراسية، بحيث لا يكون الطالب عند التخرج ما عنده أي مهارات، بالعكس أنت تكون في تركيز على الجانب الأكاديمي وتركيز أيضا على الجانب العملي الذي سيواجهه في سوق العمل. النقطة الثانية، طالب مجلس التعليم العالي الجامعات أن تقوم بإعادة هيكلة متطلبات الجامعة الإجبارية والاختيارية وتضمينها مجموعة من المواد والمتطلبات الهامة جدا التي تصقل مهارات هذا الطالب، سواء في المهارات اللغوية، مهارات الابتكار، مهارات الإبداع، القيادة، كل هذه الأمور اللي أصبحت فعلا متطلبات رئيسية وهامة للطالب قبل أن يلتحق بسوق العمل. في مؤشر جميل حقيقة لمسته خلال عملية تقديم طلبات القبول الموحد لهذا العام، مجلس التعليم العالي وكما تفضل الأخ فادي أنه كان لجائحة الكورونا دور إيجابي كبير بأنها كشفت جوانب سلبية ونواقص موجودة في التخصصات التي تدرس في الجامعات الأردنية، دفعت جامعاتنا للتفكير بتخصصات جديدة تلبي حاجات سوق العمل المستقبلية، وبالذات في العالم الافتراضي من التسويق الرقمي والأمن السيبراني وما إلى ذلك من هذه التخصصات الجديدة. تتفاجأوا إذا بتسمعوا بأنه تخصصات الأمن السيبراني التي استحدثت هذا العام في بعض الجامعات الرسمية كان عدد الطلبة الذين تقدموا للالتحاق فيها يساوي أو أقل بقليل من الطلبات التي وضعت في تخصصات الطب وطب الأسنان، وهذا حقيقة بيعطيني نوع من التفاؤل ومؤشر إيجابي بأنه أبنائنا الطلاب بدأ فعلا من أصحاب المعدلات المرتفعة يبتعد قدر المستطاع عن التخصصات الجديدة التخصصات القديمة المطلوبة مجتمعيا مثل الطب وطب الأسنان وما إلى ذلك، ويتوجه إلى تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل. الموضوع اللي إحنا جايين فيه اليوم موضوع جميل جدا، وموضوع فعلا يركز على متطلبات جديدة لسوق العمل. حبذا لو نسمع يوم من الأيام في أنه إحدى الجامعات استحدثت برنامج بكالوريوس كامل في مثل هذا الموضوع، أو أنه إحدى كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية المعنية بشكل رئيسي بالتعليم التقني والتطبيقي في المملكة استحدثت مثل هذه التخصصات. أنا كنت في عدد من الزيارات مع أصحاب المعالي وزراء التعليم العالي لجامعة البلقاء التطبيقية بشكل خاص، وشاهدت بعض المشاريع الموجودة في موضوع التصنيع الرقمي، حقيقة شيء مدهش وشيء فعلا يعطي رغبة موجودة عند أبنائنا الشباب وشغف بالبحث عن كل ما هو جديد
كل ما يستطيع أن يدخل من خلاله إلى سوق العمل المستقبلي بشكل كامل. ما بدي أطيل عليكم، بس بتمنى منكم، بتمنى أنه في نهاية هذه الجلسة الحوارية، وحتى دائماً تستطيع أن تعمل نوع من الفيدباك للشيء اللي أنت سويته، يا ريت يكون في عنا توصيات أو يكون في عنا خطة عمل في هذا الموضوع ممكن أن يتم التقدم فيها من خلال مجموعة طلال أو أبو غزالة، أو من خلال مؤسسة سمو ولي العهد ومصنع الأفكار أحمد والشباب الله يعطيكم ألف عافية، أنه يرفع لمجلس التعليم العالي خطة مقترحة لتبني مثل هذه التخصصات الجديدة وطرحها في مجلس التعليم العالي، تعميمها على الجامعات الأردنية. ممكن نبحث على تخصصات تدرس في جامعات إقليمية أو عالمية على مستوى الدبلوم أو على مستوى البكالوريوس أو على مستوى الدراسات العليا، ونقتبس منها خطط دراسية نضعها بين أيدي أساتذتنا الأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، لعل وعسى أن نجد إحدى هذه المؤسسات تتبنى مثل هذه التخصصات الجديدة، فيصبح الحلم حقيقة على أرض الواقع، ونشاهد مثل هذه التخصصات تدرس في جامعاتنا وفي مؤسسات التعليم العالي الأردنية. مرة ثانية بعتذر إذا أطلت، وبشكركم على هذه الاستضافة، وإحنا بانتظار أي أفكار أو مقترحات. نؤكد مرة أخرى بأن المجلس والوزارة ومعالي الوزير وكل العاملين في الوزارة نفتح أيدينا وأذرعنا لكل المقترحات والأفكار اللي بتقدموا فيها شبابنا الأردني بكل رحابة صدر، ويعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا لكم. الله يعافيك سيد مهند الخطيب، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بداية أشكرك سيدي لكلامك الطيب ونفسك الإيجابي ودافعيتك، وثق تماما يعني سنأخذ بمقترحك أو توصيتك بالخروج بعدة توصيات ومقترحات من هذه الجلسة المهمة من خلال الشخصيات والكفاءات والخبرات اللي راح تتحدث اليوم من خبراتها على أرض الواقع بعدد من الدول المختلفة وعدد من القطاعات والتجارب المختلفة. لا شك إحنا سعيدين في منطقة طلاب غزال المعرفي وبشراكتنا الاستراتيجية اللي بنفتخر فيها مع أيضا مؤسسة ولي العهد وكل مبادراتها أن نرفع هذه التوصيات ونناقشها ونبحثها ونشجع على ثقافة الحوار واللقاء والالتقاء وتقديم المشورة والنصح أيضا للقطاع العام ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واللي فعليا احنا متأكدين من اهتمام معالي الوزير وكل كوادر الوزارة للاستماع لكل ما يجول في العالم من شيء جديد وحديث لكي تتبناها الوزارة، لأنه هذا فعلا بيمثل شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهو ما ينادي به دوما جلالة الملك عبد الله الثاني والحسين المعظم وكل الحكومات المتعاقبة. وقد تكون جائحة الكورونا على مساوئها الكثيرة فعليا هي عجلت من وسرعت من ضرورة التحول الرقمي والاستفادة من كل مهارات وامتيازات الثورة الصناعية الرابعة وتسخيرها لرفعة ورفاهية حياة المواطن في أي مجتمع كان وازدهار الاقتصاد. شكرا سيدي الكريم لكلامك ومداخلتك معنا ويعطيك العافية. شكرا سيدي. الله يعافيك سيدي الكريم. إذا بتسمحوا لنا متابعينا الكرام مرة ثانية أهلا وسهلا فيكم، ومنشجع الكل أنه فعلا يقدم أسئلته وأن يشاركنا بمقترحاته لمتحدثين الكرام اللي بنفتخر فيهم. واسمحوا لي بداية أن نبدأ جلستنا الحوارية مع شخصية قديرة وعلمية بنفتخر فيها بمعنى الكلمة، الدكتور حسن قنديل. أهلا وسهلا فيك سيدي، وإذا بتسمح لي بتعريف نبذة سريعة عن شخصك الكريم. الدكتور حسن قنديل هو محاضر وباحث في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة نورث تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، واللي حاليا أنت يعني تقيم يعني وتشاركنا البث يعني عبر المحيطات over the seas، فشكرا لوقتك ووجودك معنا مع اختلاف الوقت طبعا. فالدكتور حسن قنديل لديه خبرة تزيد عن 7 سنوات في مجال الطاقة وصيانة حقول النفط في عدة شركات مثل شلمبرجي وبيور ريسورسز في الأردن، ماليزيا، الإمارات، الهند، إلى جانب أنه مدير معتمد للطاقة. وحصل الدكتور حسن قنديل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية والطاقة من جامعة نورث تكساس، ودرجتي الماجستير في إدارة الطاقة وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأردنية. يعني فخورين في هذه الكفاءة وهذا العلم صراحة وهذا الإنجاز. تختص بحوث الدكتور قنديل في مجال الطاقة الشمسية باستخدام عدسات مصممة باستخدام خوارزميات متخصصة
كما أنه ملتزم في تطويرها ليتم استخدامها في الأغراض التجارية من خلال تبسيط عملية تصميمها وتطبيقها. ما شاء الله عليك دكتور حسن، ترفع لك القبعة سيدي لهذه المكانة العلمية والبحث والتطوير، ولا شك يعني لديك الكثير من خبرة والعلم اللي احنا شغوفين أن ننهد أكثر من هذا العلم، وشبابنا يستمعوا لخبراتك سيدي. الدكتور حسن محضر لنا يعني تقدمة أو برزنتيشن سريع صراحة اليوم في هذه الجلسة، واللي راح تكون بعنوان مساهمة وأهمية مشاريع التصميم التي ترعاها الصناعة في سد فجوات سوق العمل، بما معنى The Contribution and Importance of Industry-Sponsored Senior Design Projects in Closing the Gaps of the Job Market. دكتور حسن قندي، لا شك كل متطلع يسمع لحضرتك ولا تقدمتك، لك الحديث سيدي وأهلا وسهلا فيك. بشكرك جدا أستاذ فادي، يعني أنا لي شرف أنه كنت جزء من الـ Education Panel Discussion اليوم، ولي شرف أني أكون موجود معكم مع الجميع. شكرا جزيلا لأبو طلال أبو مؤسسة طلال أبو غزالة، ولـ Tech Works، لأحمد، وللجميع لجميع المتحدثين اللي أنا اللي الفخر أكون معكم اليوم. طبعا يعني وجودي من المنظومة العلمية في الأردن، المنظومة التعليمية في الأردن، كان جدا فخر، وأنا دائما ابن المنظومة التعليمية في الأردن، وعندنا قدرات هائلة موجودة في المدارس والجامعات الأردنية لنصير أفضل وأحسن مع الوقت إن شاء الله. ويعني الشكر الجزيل للجميع للجهود الرائعة اللي بقدموها لتحسين المنظومة التعليمية إن شاء الله، وجعلها الأفضل عالميا، خلينا نحكي بدناش نقول حتى عربيا. اليوم بدي أعمل شير سكرين سريع، إن شاء الله الجميع موجود أو شايفين السكرين عندي. الموضوع اللي بدي أحكي فيه اليوم هو موضوع صراحة بمس تجربة شخصية كانت أيام أنا خلصت بكالوريوس من جامعة العريقة الجامعة الأردنية، موضوع المشاريع التخرج في الجامعات الأردنية، وخصوصا مشاريع التخرج اللي بتخص التخصصات التقنية ومنها الهندسة الميكانيكية. وجودي حاليا في جامعة شمال تكساس، أنا مسؤول عن مشاريع التخرج في قسم الهندسة الميكانيكية، وهذا شيء بخليني أشوف أكثر اهتمام الاندستري، اهتمام المصانع والبزنس المختلف الموجود في المكان في دالاس اللي احنا موجودين فيه، انهم يعطوا خلينا نحكي دعم مادي للطلاب عشان يقدروا يحصلوا أو يكملوا تعليمهم التقني عن طريق مشاريع التخرج في تخصصاتهم في جامعاتهم المختلفة. بشكل عام بجوز يعني البرزنتيشن بالإنجليزي، بس راح أحاول أكون الميكس. المهندس الميكانيكي أو تخصص الهندسة الميكانيكية يبتدئ بالأساسيات العلمية من ساينس، فيزيكس، ماث، كيمستري، هي موجودة في أي جامعة إحنا بنبلش فيها المواد الأساسية اللي بتأسسنا لناخد أكثر مواد تقنية أو تطبيقية، applied sciences زي الميكانيكس. عندنا في التخصصات الهندسة الميكانيكية thermal fluids، عندنا fluid power، وعندنا manufacturing تصنيع، وعندنا energy طبعا موجودين أكثر من هيك بكثير، وطبعا هذول يختلفوا من تخصص علمي لتخصص علمي آخر. في النهاية التعليم العلمي والتقني بيؤدي فينا لنوصل لمرحلة الـ Integrated Capstone Design Experience أو تجربة المشروع التخرج، حتى عندنا هون بسموها تجربة وليست هي فقط مادة بيأخذها الطالب في الجامعة. هاي المادة هي عبارة عن تطبيق أو عبارة عن دمج لجميع ما تعلمه الطالب فيما قبل لتصنيع خلينا نحكي منتج أو حل مشكلة موجودة في الـ Industry، حل مشكلة موجودة لكاستمر احنا بنحكي له، كلاينت معين موجود في المجتمع عندنا، عن طريق استخدام جميع هاي المهارات اللي تعلمها الطالب خلال 3 أو 4 سنوات في الجامعه. احنا بشكل عام هي الموجود في جميع انحاء العالم، الجامعات هي اللي بتغذي المجتمعات بالقوة العاملة وبتغذيها بالتدريب والتعليم، هي المؤسسة الأساسية المسؤولة عن التدريب والتعليم. فعندنا احنا جامعة شمال تكساس بتغذي منطقة دالاس فورت وورث بولاية تكساس بالولايات المتحدة، وبالتالي بنفس الوقت احنا
لازم يكون في تغذية راجعة، وهي عبارة عن المنتورينج، الهايرينج، reinvesting، انه نحاول ندعم الطلاب ونحاول نكون احنا الاساس اللي بيعتمد عليه الطالب في دراسته خلال عملية دراسته. وهذا بيؤدي انه يكون في عندنا تناغم ما بين الصناعه بشكل عام وما بين المؤسسات التعليميه. فدعم دعم المؤسسه التعليميه من قبل الصناعه هو شيء اساسي وموجود ومشغول عليه بشكل كثير كبير في الجامعات الامريكيه بالتحديد. وانا برايي هذا شيء اساسي برضه يكون موجود عندنا في الجامعات الاردنيه، اللي هي لا يعني ما بتقل اهميه عن معظم الجامعات الموجوده في العالم. اللي بصير فعليا انه بنعمل احنا بما بسموه اندستري بارتنرشيب، بنحاول نكون شركاء مع الصناعه. اللي بصير انه الصناعه بتيجي عندنا او المصانع او المؤسسات التجاريه بتيجي بدها تعمل برودكت او بروسيس معينه، وبتستخدم الطلاب اللي موجودين انهم يعملوا innovative solutions to real world problems. بنحاول هاي المشاكل اللي موجوده عند الصناعه، اللي فعليا هذا المصنع او التاجر او المؤسسة الهندسية بتوظف مهندسين بخبرات عشان يحلوا لها المشكلة. احنا فعليا شو اللي بنعمله؟ بنعمله انه بناخذ هاي المشكلة وبنعطيها لطلاب في مرحلة التخرج. هذول الطلاب بيحاولوا يشتغلوا عليها ويلاقوا لها حلول. الموضوع بياخذ 2 semesters، فصلين. الفصل الاول بيكون الكونسبتس، المبادئ التصميم لهذه المشكلة، والموضوع الفصل الثاني بيكون عبارة عن البروتوتايبينج. بنعمل بروتوتايب بسيط لحل هاي المشكلة للبرودكت، وبالآخر بنعطي هذا البروتوتايب للإندستري. طيب أنا كمصنع، أنا كصاحب عمل، أنا كإنفستر موجود في السوق العمل سواء كان أردني أو عالمي، شو اللي بيجيني؟ شو أهمية هذا الموضوع بالنسبة لي؟ أنا فعليا في البداية الأهمية بتيجي من أني أنا بعمل إشي بنسميه try it before you buy it. بالنسبة لموظفين المستقبل، أنا فعلياً بحاول أوظف بناءً على المهارات. أنا بحاول أدرب مهندسين يشتغلوا معي فيما بعد عن طريق أني أعطيهم مشكلة موجودة عندي ويشتغلوا عليها بشكل أساسي. كمان إحنا we extend the engineering staff تبع البزنس أو تبع المؤسسة. بتحاول توظف مهندسين من غير ما فعلياً أنت توظف مهندسين، لأنه الجامعة بتعطيك هذول الطلاب فول تايم تقريبا، وبيشتغلوا على المشاريع اللي موجوده بشغف، يعني حتى مرات بيكون اكثر بكثير من شغف الموظفين الموجودين في المؤسسه. للاسف اكسس تو اول يونيفرسيتي ريسورسز، معظم الجامعات اللي بتعمل هذا الموضوع بتخلي الاندستري او بتخلي صاحب العمل او صاحب المشروع يستخدم جميع المرافق اللي موجوده في الجامعه، من مرافق، من شوبس، من ورشات، ومن مرافق كمان تعليمية، ومن softwares. وفي النهاية the students can work in the facility، بياخذوا الخبرة العملية من شغلهم في موقع العمل لهذا لصاحب الفكرة أو لصاحب المشروع. وكمان الاندستري أو صاحب الفكرة والمشروع بياخذ، مش بس بياخذ البرودكت اللي المنتج الخالص، برضه كمان بياخذ جميع الاي بي وجميع الديليفربلز، بيكون هو مالك لها. فإحنا الجامعة فعلياً في النهاية ما بهمها كثير to retain it، بهمها إنه الطلاب تتعلم. الستودنتس عنا بيعملوا process معينة، بنبلش ببروتوتايب، بنحاول نصمم الانجينيرينج drawings، الرسمات الهندسية، بنستخدم softwares عشان نعمل simulation، نتأكد إنه هذا التصميم هو فعلياً التصميم الأفضل لحل المشكلة أو لإنتاج المنتج. scheduling and planning و teamwork و professionalism، هذول المهارات الحياتية، مهارات العمل اللي بيكتسبوها الطلاب من خلال مشاركتهم مع الصناعة. وبالنهاية طبعاً reporting skills. وكل هذا فعلياً لو نفكر فيه بالنسبة للصناعة، هذا بزيد من profitability، بتزيد من القيمة المادية للعملية التصنيعية. أفكار بتصير، إحنا بنروح لمصنعين وبنروح لمؤسسات صناعية موجودة هون، بنروح بنقول لهم طيب أعطونا، لو تعطونا مشاريع، هاي المشاريع كيف ممكن إنه توجدوها؟ من الأسئلة اللي بيسألوها المؤسسات لنفسهم، إنه أنا عندي سواء مشكلة بدي أحلها أو عندي برودكت بدي أخليه مصنع بشكل أفضل،
او ما عندي الوقت او القوه البدنيه او ما عندي المان باور، ما عندي الموظفين الكافيين ليعملوا هذا البرودكت. فكل هاي المشاكل بتنحل بانه اعطي البروجكتس لطلاب موجودين في الجامعه في مشاريع تخرج لهم. بنقدر نستخدم جميع السوفت وير زي ما حكيت الموجوده في الجامعه. معظم الجامعات الاردنيه عندها سوفت وير مختلفه وبانواع واشكال مختلفه لنعمل سيميليشنز، وبرضه استخدام الورشات الموجوده في الجامعات، ومنها الورشات الموجوده في جامعه الحسين التقنيه وغيرها، هو شيء اساسي وهو بيكون عاده مجاني بالنسبه لهذه المشاريع. وبالتحديد التصنيع التقني والبروتوتايبنج ثرو 3D printing والفاب لابس بشكل عام في جميع الجامعات، هذا شيء صار اساسي ولا غنى عنه في العمليه التعليميه الهندسيه والعلميه بشكل عام. احنا من السبونسرز اللي موجودين اللي اشتغلنا عنهم معاهم في جامعه شمال تكساس، اشتغلنا مع ناسا، اشتغلنا مع لوكهيد مارتن، مع رايثن، مع الليدرز موجودين في الاندستري. يعني ما بنحكي احنا فعليا بس شركات صغيره، فعليا معظم الشركات حتى الكبرى، وانا بحث جميع الشركات الكبرى الموجوده في الاردن لدعم الطلاب في مراحلهم التعليميه الاخيره في مرحله مشاريع التخرج. وان شاء الله انه هذا الموديل يتم تطبيقه في عندنا في الجامعات الاردنيه. شكرا جزيلا جميعا، انا اسف للاطاله، وان شاء الله في اظن مجال للاسئله فيما بعد. انا موجود، لي كان الشرف اني اكون جزء من هاي البانل ديسكشن. طبعا اشكرك دكتور حسن قنديل لهاي البرزنتيشن او هذا التقديم المهم صراحه، واللي لخص خبراتك الكبيره والمتعدده، وخصوصا يعني في جامعات دوليه وامريكيه تحديدا. ويمكن قد نخرج فعليا باخر شيء ما ختمت في كلامك نخرج به كتوصيه، وهذا يعني هذه جزئيه حضرتك سلطت الضوء عليها، اهميه دعم القطاعات او دعم الصناعه فعليا للمؤسسات التعليميه، فان تكون هناك شراكه من القطاعات الصناعيه المختلفه للمؤسسات التعليميه، جامعات وغيرها، لاضافه المهارات الرقميه، لاضافه الخبرات للجامعات وطلابها، لتاهيلهم وتهيئتهم اكثر لسوق العمل اللي هو متسارع وتطوره متسارع جدا جدا. لا شك هناك جهد كبير من جامعاتنا الاردنيه للمواكبه دائما، وقد تكون جامعه الحسين التقنيه من اهم الانجازات ايضا الاردنيه لمواكبه هذه التطور في التصنيع الرقمي تحديدا وفي الذكاء الاصطناعي وكل ما يعنى به التقنيه الرقميه تحديدا. وتيك ووركس يعني دائما فاتحه ابوابها للشباب لتاهيلهم وشراكتهم مع قطاعات مختلفه. اشكرك دكتور حسن، لا شك هناك كثير اسئله راح تكون لحضرتك خلال الجلسه الحواريه، ويمكن احنا لازم برضو ان لا نغفل عن اللي بتابعونا حاليا عبر صفحاتنا على الفيسبوك وعلى البث المباشر على بيج مصنع الافكار وملتقى طلاوزة المعرفي ومؤسسه ولي العهد. يعني هناك العديد من الرسائل يعني لن اخوض فيها الان، لكن بحب يعني احكي للجميع انه شكرا لكم متابعتكم. سيد ليث الربضي، دكتور سيف الطهات، خلود الهامي، ايمان البطاينه، منال السويس، صفاء الجراح، وفاء الخواجه، روزيانا ريحاني، سهام العزام، ايمان خواجه، صقر المزاهري، والكثيرين الكثيرين عم بيبعثوا لنا، عماد الخواجه، فداء الخواجه، وعبد الله العزام. شكرا للكل عم بيتابعونا الان، وبليز يعني اتركوا اسئلتكم وتعليقاتكم وراح نرجع لها ان شاء الله خلال الكيو اند اي سيشن ما بين متحدثينا. اشكرك دكتور حسن، واذا بتسمحوا لي ان ننتقل الى المتحدث الثاني في هذه الجلسه الحواريه، او بالاحرى المتحدثه الثانيه في هذه الجلسه الحواريه والعنصر النسائي الوحيد في هذه الجلسه، لكن كل الاحترام والتقدير لك مهندستنا العظيمه المهندسه مي الدرديري. يسعد مساكي من مصر. اهلا وسهلا، والله يعني انا ليا الشرف ان انا موجوده معاكم النهارده، بجد اتس اميزنج اوبورتونيتي يعني، وان شاء الله كده تبقى دسكشن حلوه جدا يعني باذن الله. طيب ان شاء الله الشرف لينا مهندسه مي. I'm tell you prepare your presentation اذا بتسمحي لي just to فقط لاقدمك بما يليق بخبراتك وحضرتك. المهندسه مي الدرديري هي صانعة ومعلمة ومفكرة ومهتمة في مجال الأعمال والابتكار.
هيك بتحب تلقب نفسها كصانعة ومهتمة ومفكرة، وأنت كذلك مهندسة مي، متحدثة في منصة تيدكس العالمية، وتحب السفر والتعليم وتبادل الخبرات. تعمل المهندسة مي الدرديري في مجال التصميم التفكيري ومختبرات التصنيع الرقمي منذ أكثر من 10 أعوام، وذلك بهدف إعداد الصانعين وتعزيز المهارات الإبداعية وبناء قدرات حل المشاكل لدى الأفراد ليصبحوا أكثر فاعلية وإنتاجية في المجتمع. وقادة المهندسة أيضاً مي الدرديري مشروع مختبرات التصنيع الرقمي في مدارس STEM في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وكذلك عملت على ذلك مع الطلاب والمعلمين ومدراء المختبرات. وتعمل المهندسة حالياً على تطوير مناهج التعليم التفاعلية وتدريب الطلاب والرياديين ومعلمين مدارس وكوادر الجامعات على التعليم القائم على المشاريع التفاعلية والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى ذلك فإن المهندسة مي موجهة معتمدة لدبلوم فاب أكاديمي العالمي في التصنيع الرقمي، وقد حصلت مهندسة مي على درجة الماجستير في هندسة الميكاترونيكس من جامعة عين شمس في مصر، وهي حاليا طالبة في برنامج الماجستير في إدارة الأعمال في سويس سكول أوف مانجمنت. ما شاء الله عليك مهندسة مي الدرديري، خبرات جميلة، أثر كبير لا شك، وفعليا يعني ما تقومين به حاليا هو محور نقاشنا وعنوان جلستنا اليوم، فعلا كيف أن ندمج التصنيع الرقمي وهذه المهارات في جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية. لك الآن الحديث، المهندسة مي حابة تقدم لنا عرض تقديمي بعنوان Impact of Digital Fabrication and Experimental Learning Technology and Teaching، بما معنى تأثير التصنيع الرقمي والتعلم التجريبي في التعليم والتكنولوجيا. لك كل الحديث مهندس مي، أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا بجد، يعني أنا فعلا ممتنة جدا وفخورة جدا أن احنا بنعقد هذه الجلسة النقاشية، يعني عن موضوع مهم جدا سنس أن العالم بيتغير والتكنولوجي بتتغير وطبيعته بتتغير. فأنا أحب أبدأ البرزنتيشن أو أحب أبدأ سوري كلامي عن الموضوع بأن أنا عايز أحكي شوية قصص صغيرة لشوية أنا بسميهم هيروز أو أبطال في قابلناهم في خلال الجيرني اللي احنا كنا بنخوض فيها. أول واحد على الشمال دكتور طه، دكتور طه سليمان، هو دكتور في الفلسفة في جامعة حلوان، انضم في احد البروجرامز اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن التكنولوجيا وعن الديجيتال فابريكيشن. والحقيقه ده من اكتر الشخصيات اللي بتاثر فيها شخصيا انا، لانه هو ده كان داخل الاول البروجرام بفكره ايوه انا دكتور فلسفه، انا ايه علاقتي بالتكنولوجيا وايه علاقتي بالتصنيع وانا اقدر اعمل ايه. على اخر البرنامج دكتور طه وهو بيدرس لاكثر من 7000 طالب في الجامعه قدر ان هو يغير طريقه تدريسه، قدر ان هو يبقى بيطلع بافكار لازاي الطلبه تقدر تبقى مور كونفيدنت في شغلها ليتر اون بعد الجامعه، ازاي قدر ان هو في وقت من الاوقات يخلق تولز من وجوده في اللاب. في وقت البرنامج يمكن دكتور طه كان بيمشي بعدينا، كان اخر واحد بيسيب المكان، فازاي ان هو قدر يخلق شويه ادوات فعلا باستخدام التكنولوجي وباستخدام يعني الريسورسز اللي كانت موجودة في البرنامج ده من ناس وخبرات وتفاعلات بشكل كبير، ان هو فعلا يقدر يشقلب الموضوع ده تماما وخد الموضوع فورورد في الجامعة كمان. تاني حد انا احب جدا جدا اذكرها هي برضو دكتورة اسماء في كلية تعليم صناعي، تربية تعليم صناعي، وهي وفي قسم معادن، وهي من الشخصيات العظيمة جدا اللي هي برضو كانت انضمت لنا في نفس البرنامج، ولكن هي كانت بتشتغل مع الطلبة، كان مجال أكتر فيه شوية حاجات عملية، إزاي إن هي قدرت مع الطلبة تغير أصلا برضو تشقلب إزاي هي بتدرس وتخلي الطلبة بيتفاعلوا معاها أكتر بزيادة، والمنتجات اللي هما بيطلعوها كان حتى مشاريع تخرج تبقى مش بس تبقى مشاريع تخرج، ولكن ما شاء الله دلوقتي الطلبة بيعرضوا المنتجات وبيخشوا بيها competitions ومعارض وإكسبيشن، وهي بتكمل على ده ما شاء الله يعني. فبرضه من الإكزامبلز العظيمة جدا. الثلاث بنات اللي موجودين تحت نهى وتسنيم وجهاد، الثلاث بنات دول من كلية اقتصاد منزلي،
تربية اقتصاد منزلي قسم جلوت. قسم ده أنا بالنسبة لي كان اكتشاف، والقصة بتاعتهم كانت اكتشاف، لأنه إحنا في مصر في ستيريوتايبنج للأسف عن كلية اقتصاد منزلي، اللي هو انت اقتصاد منزلي يبقى إن أنا أطبخ وخلاص. ولكن البنات دول كان اكتشاف فعلا القسم ده، زي إن هو القسم ده ببساطة أي حد بيلبس أي حاجة جلد هم بيعملوها، من أول يعني الحزام للمحفظة للشنطة، من أول هم بياخدوا البروسس كلها، من أول هم إزاي بيصمموا لغاية ما إزاي بينفذوا المنتج لغاية إزاي ما بيسوقوا المنتج. فزي إن يعني البنات دي دلوقتي بتشتغل on her own project، بيجي لهم طلبات من UNDP ومؤسسات تانية، فان هما بيشتغلوا دمجوا ده مع التكنولوجي، دمجوا ده مع الريسايكلينج، وزي ان هما بيطلعوا منتجات دلوقتي فعلا فعلا بتتباع عندهم، بقى الناس بتطلب المنتجات وهكذا. واخر مجموعتين، اخر مجموعتين الولاد العالمين، ولاد الجمال دول، دول ولاد من الفيوم، من مروان ومحمد ومصطفى. الناس دي دخلت مدرسة حكومة عادي جدا، وبتعيني شويتين ثلاثة في ان هو ننتقل شوية، لان المواصلات في المحافظات بره القاهرة بتبقى صعبة شوية. جم وانضموا لللاب، وانا هحكي قصتهم في البرزنتيشن يعني، بس ازاي ان هم قاعدين في البروجرام معانا لغاية دلوقتي. they transformed the way they do everything بصراحة. ودلوقتي هم بالنسبة لنا يعني هم ممثلين وامباسادرز زي ما احنا بنسميهم، هم امباسادرز فور ذا تكنولوجي اند فور ذا انجيجمنت اند فور ذا انتراكتيف ايدكيشن مع كل الكوميونتي بتاعهم، سواء مدارسهم او سواء مدرسينهم او سواء حتى مع اصدقائهم. الثلاثة اللي فوق للاسف انا ما عنديش صورهم، بس هقولهم اسما، مس ايمان ومس صفاء ومس دعاء. هم مدرسة لغة عربية ومدرسة فيزياء وفي نفس الوقت ساينس. ازاي ان هم في وسط المدرسة قدروا ان هم برضو يغيروا طريقة تدريسهم، ومش بس طريقة تدريسهم، وياخدوا الموضوع فورورد ان هم يدربوا باقي المدرسين اللي موجودين في المدرسة، ويعملوا students club للطلبة علشان STEM education وعلشان experiential learning، ويجو فيرذر كمان، وان هم يبقوا بيشوفوا ازاي ايه التشالنجز المدرسه بتاعتنا بتواجهها من ناحيه الانتراكتيفيتي والانجيجمنت والتعليم، وياخدوا الموضوع فورورد ويخططوا للسنه الجايه ويعرضوا على الاداره وهكذا. فصراحه يعني the way ان القصص دي بنشوف حقيقه هو ده حقا الامباكت اوف ديجيتال فابريكيشن اند تكنولوجي وجوده على طريقة التعليم وعلى الكريتيكال ثينكينج وعلى احنا ازاي اصلا بنبص للحاجة. سريعا، احنا جيزة فاونديشن هي NGO، هو ده هدفها بالظبط. قصص اللي حضراتكم سمعتوها هو ده هدف الفاونديشن، انه ازاي ان هي تبقى بتبص للتكنولوجي as a tool to make impact على المجتمع through التعليم، through مع الشباب، through entrepreneurship. وازاي ان احنا الهدف انه مش انا اعمل لحد الحاجه، ولكن انا هوريك انت تعملها ازاي. وده مايند سيت يعني كبير جدا جدا، صحيح متعب جدا في وقت من الاوقات، ولكن فيري فيري ريوردينج. فالفاونديشن هي ان جي او كانت بدات من شركه تكنولوجي، برايفت تكنولوجي از ا بارت اوف ذا سي اس ار، اند ذن ات كونتينيو. من اهم الحاجات اللي احنا بنعملها في الفاونديشن از ان احنا لما بنيجي نبدا اي بروجكت او بنيجي نبدا اي فكره عايزين ننفذها مع اي حد، احنا بنشتغل مع ثلاثه بنفيشيريز. بنشتغل مع الاطفال والمدرسين، وبنشتغل مع البنات او الومن امباورنج، عشان مع بيبل ويز ديسابيليتي. واول حاجه احنا بنعملها از ان احنا لازم ننزل للكوميونتي ولازم نفهم، نعمل نيدز اسسمنت. فمن ضمن النيدز اسسمنت اللي احنا طلعنا بيه كتشالنجز كانت مهمه جدا جدا في فكره التكنولوجي وفكره الانتراكشن والكلام ده كله، فكره ان اصلا في خوف من التكنولوجي، في خوف من المدرسين اصلا ان احنا كبار
انه الطلبه هيبقوا احسن مننا واحنا هنلوز كنترول، ان الطلبه البيس بتاعها سريع واحنا لسه يعني بنمشي ستيب باي ستيبس، عشان لما كوفيد جت شقلبت الدنيا خالص وبقت الناس في البيت ولازم نتعلم عن بعد وبنكلم كمبيوتر، فازاي ان احنا ننجيج الطلبه بتوعنا lack of ان هم اصلا مش عارفين training and skills، ان هم شخصيا مش عارفين يتعاملوا ازاي، وطبعا lack of proper infrastructure، وان الولاد مش لاقين برضو at some point مساحة ان هم يبقوا بي practice ويجربوا. ف out of this احنا would love to share four programs في السريع. احنا عملنا junior program وكان هدفه ان احنا ازاي نبقى بن design interactive learning experience علشان بس نبوست ال 21 first century skills، وبنستخدم التكنولوجي جواه as a tool علشان الولاد دي tries and shine. فعملنا some sort of a junior internship. الجونيور البروجرام ده لمدة 6 شهور بيتعلموا فيه تكنولوجي، كل معظم التراكس مش بس ديزاين و 3D printing و laser cutting و electronics، الناس كمان بتتعلم فيديو production، بتتعلم graphic design، بتتعلم شوية حاجات ليها علاقة بالبزنس، وبعد كده بياخدوا internship وفي الآخر بيطلب منهم project is an initiative، ان هم اللي ينزلوا ينفذوها بنفسهم فعلا، and they did part of it يعني. نزلوا عملوا teaching workshop حرفيا يعني. The Teachers Empowerment Program، احنا زي ما قلت حضرتك كل المدرسين دلوقتي بيعانوا بشكل كبير جدا في مصر بالذات علشان النقلة ما بين الأونلاين والأوفلاين، وكان هدفنا ان احنا نعمل في البروجرام ده ان احنا ندمج الاثنين مع بعض، فمش بس نبقى بنشوف التولز الأونلاين ولا التولز الأوفلاين زي التكنولوجي زي الديجيتال فابريكيشن أو زي 3D printing، ولكن ازاي ان احنا نبقى بندمجهم في بعض ونبص عليهم وازاي نكريت ا بلندد اكسبيرينس بالنسبه للطلبه بتوعنا، علشان في الاخر يبقى في هاير انجيجمنت وهاي افكتيفنس. والبروجرام بصراحه عمل افكت رهيب ان المدرسين في شخصيا تو بيلد تراست ان انا اي كان دو ات، ان انا ارجع تاني للستودنت مايند سيت علشان ابقى امباورد واحس ان انا انسبايرد، وان احنا مع بعض از الكونفرسيشن ما بيننا وما بين بعض اختلفت بان احنا بنامباور بعض ان احنا نبقى بنعلم بعض. دي كانت فرق رهيب، وده الاوبجكتيف الحقيقي اصلا من وراء البروجرام، لانه للاسف الناس ما بتتكلمش مع بعض، الناس كل واحد بيشتغل في مكان او بيعمل حاجه ولكن مش بيجمع يعني الناس ما بتتكلمش مع بعض. فكان ان الناس جمعت مع بعض كانت عملت كوميونيتي اوف براكتس رهيب يعني. اخر حاجه احنا بنشتغل عليها برضو از او الاخيره educational toolkit. We use digital fabrication as part of ان احنا نبقى بنحسن الانجيجمنت او الدليفري بتاع الان classroom learning outcomes بتاع المواد شخصيا، بان احنا بنحاول نقعد مع المدرسين ونعمل toolkits that are designed في اللاب and fabricated، والولاد بياخدوها ويشتغلوا بيها as teams، فسواء بقى في الانجليش في الماث في اي ماده من المواد. وجالنا فيدباك عظيم جدا انه اصلا فرق استيعاب الولاد وفرق درجاتهم even في الايفالويشن في الاسسمنت اختلف 100%. اخر حاجه this is a video of البنات know how تسنيم وجهاد اللي انا وريته لكم في الاول. This is just 1 minute video. البنات دول بيستخدموا اتعلموا من اول الديزاين، الخياطه بالحاجات الالكترونكس، بالمكنه الخياطه الالكترونكس، بالليزر كاتنج، بيتعلموا بزنس وازاي ان learning by doing، فكره ان انا بجرب بايدي. We do like agile، ان انت تجرب حته والتست، جرب حته والتست، مش بستنى نقعد طول الوقت. فدي فاكتور مهم جدا 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 في كل البروجرامز اللي احنا بنشتغل عليها، فكره ان لا جرب ودوس ونتعلم من الاكسبيرينس، جرب ودوس ونتعلم من الاكسبيرينس. So I'm gonna end my presentation with this amazing video ليهم. It really shows هما يعني the whole process. But I think ثانية واحدة. أتمنى تكونوا سامعين شايفين.
شكرا جزيلا. شكرا لك يا مي، يعطيك ألف عافية. Indeed it was an amazing video and you are amazing مي، بكل ما تحمل الكلمة من معنى صراحة. يعني الطاقة والشغف والحب اللي بتعمليه واضح جدا، وخصوصا يعني الإنسان لما يعمل إلى جانب الصغار والأطفال واليافعين والشباب بيشعر بطاقة إيجابية كبيرة ومعدية بتساعدنا نستمر، يعني نشعر هناك يعني أثر حقيقي عن شبابنا وأطفالنا. ويمكن منذ الأزل دائما نحكي أن التعليم منذ الصغر كالنقش على الحجر، وهذه ليست مقولة عبثية. فقد نخرج من مقدمتك اللي قدمتيها والبرزنتيشن حول أهمية فعليا البدء منذ الصغر بتعليم التقنيات الرقمية والمهارات الرقمية في التصنيع تحديدا، من خلال نشاطات، من خلال ورشات عمل، من خلال مخيمات أو أي برامج وفعاليات للشباب والصبايا اللي فعلا قد ينتهوا زي ما سميتهم هيروز، ممكن يكونوا حتى سوبر هيروز كمان. فقد تكون هذه أيضا من إحدى التوصيات اللي هي مش حلم وليس توصي غير قابل للتنفيذ، هو مشروع قابل للتنفيذ لكن بحاجة لكوادر، لموارد، لإرادة للتطبيق على أرض الواقع، لكل مدارسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا وحتى العوائل بالمجتمعات قد يعون أهمية تأسيس الطلبة بهذه المهارات، لأنه قد تعود فعلا بالنفع. أولا استغلال واستثمار طاقات الشباب في شيء مفيد، وأيضا قد يعود بالنفع لهم ولأسرهم من مشاريع ريادية للاقتصاد الوطني. وعندنا أمثلة كبيرة جدا في العالم العربي وبالأردن تحديدا أيضا لشباب فعلا حققوا نجاحات عالمية مشاريع ريادية وبالتكنولوجيا تحديدا. شكرا شكرا يا مهندسة مي لهذه البرزنتيشن الجميلة والمليئة بالطاقة الإيجابية. ودكتور حسن بعمل لك ثامز أب، جينا كلنا أخذتي بيج لايك من أمريكا عبر المحيط. أهلا أهلا فيك. اسمحوا لنا الآن أن ننتقل إلى متحدثنا وضيفنا القدير في هذه الجلسة الحوارية، وأن ننتقل إلى المهندس علاء الدين الخواجة. أسعد الله مساءك مهندس علاء الدين معنا، صح؟ يسعد كل أوقاتك سيدي. نعم، يا هلا بيك مهندس علاء. سيدي إذا بتسمح لي نقدمك بتعريف نبدأ عن سيرتك الذاتية. فالمهندس علاء الدين الخواجة درس تخصص هندسة الطيران في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وهو حاصل على مزاولة المهنة في إشراف الصحة والسلامة المهنية. شغفه تجاه الطيران جعله لامعا في هذا المجال، حيث تم اختياره لمنحة تدريبية في شركة إيرباص العالمية لتصنيع الطائرات في مقرها الرئيسي في فرنسا. وبالرغم من شغفه الأول تجاه عالم الطيران، إلا أنه منذ عدة سنوات منخرط في عالم ريادة الأعمال وإدارة المشاريع. ويشغل علاء الدين الآن منصب مدير الأكاديمية في شركة صقر درون، حيث تكمن مسؤولياته في بناء وتقديم البرامج التدريبية الخاصة بالطائرات المسيرة والتأسيس لإنشاء شبكة مشغلي الطائرات المسيرة في الأردن. مهندس علاء الدين خواجة، كل احترام والتقدير سيدي، قد يكون شغفك لم يبتعد كثيرا عن الطيران، فما زلت في الريادة في عالم الطيران، فلا شك الشباب متحمسين يسمعوا لحضرتك وللعرض التقديمي الذي ستقدمه بعنوان Embedding Digital Fabrication Skills in Educational Curriculums، أي تضمين مهارات التصنيع الرقمي في المناهج التعليمية. مهندس علاء الدين، لك الحديث الآن سيدي وكل الحديث، تفضل. شكرا سيدي على هذه المقدمة الميمونة، أشكرك هذا صدقا من فضلك. اسمح لي عن عبر شخصك الكريم أشكر مؤسسة ولي العهد متمثلة بمبادرتها مصنع الأفكار وكل الشباب القائمين في. شكرا مهندس أحمد على جهودك معنا بالفترات الماضية لحتى نقوم بهاللفتة اللطيفة واللي إن شاء الله تكون مفيدة للجميع. بشكر كمان حضور وتواجد السبيكرز اللي معنا اليوم، أهلا وسهلا فيكم بكل مكان، وإن شاء الله كلنا مع بعض نوصل الكي مسج اللي المخصصة من هذا اليوم واللي من خلالها إن شاء الله رح نفيد كل المشاهدين. الموضوع للأمانة شيق من البداية بكل حيثياته. إذا بدنا نحكي عن الديجيتال فابريكيشن سكيلز، هي جزء لا يتجزأ
من الستيم education والستيم approach اللي بلا شك أبرز وأبدى تطور كثير كبير بالإدوكيشن باث بكل الحياة، وهذا اللي راح نركز عليه إن شاء الله مع بعض باللي راح أحكي. لا البرزنتيشن راح يكون خفيف لطيف، بس في شوية كي مسجز هيك معينة حابين نوصلها لأهمية الديجيتال فابريكيشن سكيلز، كيف إنها تكون embedded بالإدوكيشنال كوريكولمز وشو تأثيرها، وإيش أهم المفارقات ما بين الترديشنال والستيم إدوكيشنز، وكيف إحنا ممكن to take an advantage من هاي الأمور ونتطور أكثر بالتعليم. Please next slide مهندس أحمد. بحب بالعادة أبلش أحكي عن learning pyramid، أكيد كثير منا بيعرفوا وأغلب الحاضرين على الأقل سمعوا عنه، بس بحب أنوه وأمر عليه بالتفصيل لأنه للأمانة مهم جداً وبيشرح بلخص أغلب اللي ممكن نحكي لليوم. learning pyramid ببساطة هو هرم تم إنشاؤه لحتى يبين لنا ويوضح لنا أهم قنوات التعلم اللي الإنسان ممكن يحصل على تعلم من خلالها، وشو تأثيرها، وإيش الإفكتيفنس تبعها علينا، وإيش فعلياً بضل أثر علينا منها. فلو بدنا نبلش بأول قناة هي الريدينج، الريد قراءة، كلنا بنقرأ، كلنا بلشنا دراستنا بالقراءة، وكلنا مرينا بهاي المرحلة أثناء مراحلنا الدراسية المبكرة والمتوسطة وما بعدها. القراءة بكل بساطة هي إنه إحنا نقرأ محتوى معين عن موضوع معين. الغريب في الموضوع أو في الأمر أو الملفت فيه فعلياً إنه بعد فترة معينة، خلينا نحكي عن معدل أيام، اللي بنتذكر فعلياً من القراءة هو 10% فقط من اللي قرأناه. إذا كان الموضوع اختصاصي أو موضوع عام، فإحنا نتذكر بما ما يقارب 10% فقط من قراءتنا. إيش بنتعلم فعلياً من القراءة، أو إيش بنكتسب مهارة بعد ما إحنا نقرأ؟ بس how to define الأشياء، كيف بنعرفها؟ فمعناته إحنا بعد ما نقرأ محتوى معين بنكون قادرين على تعريف الأشياء الموجودة بهذا المحتوى، وتذكر 10% فقط من تفاصيله ومحتواه. إذا بننتقل للدرجة الثانية من الأعلى للسنينج، إحنا لما نسمع الإشي المسموع، المحتوى المسموع بيترك أثر أكبر من القراءة بالعادة، وما يقارب 20% من الإشي اللي إحنا بنسمعه بنظلنا متذكرينه. طبعاً إحنا بعد ما نسمع محتوى مسموع نكون قادرين إنه تدسكرايب الأشياء، نوصفها، نطلق عليها أوصاف عامة فقط ليس إلا. إذا ننزل كمان درجة ونتعمق شوي منشوف الأبزيرفينج. أبزيرفينج يعني أنا يكون قدامي محتوى مرئي زي صورة مثلاً، أنا مطلوب مني تأبزيرف هاي الصورة وبعدين أعطي النتاج وخلاصة لإلها. فالأثر اللي بتتركه عملية الأبزيرفينج 30% تقريبا، فإحنا فعليا نتذكر 30% من الأشياء اللي بنشوفها، الأشياء اللي بتكون لنا مرئية. بعد ما إحنا نعمل أبزيرفينج لمحتوى مرئي معين بنكون عندنا قدرة to explain, to state، نشرح ممكن عنها، نعطي تفاصيل أدق عنها أكثر من لما نكون مجرد بس قرأنا أو سمعنا الإشي. إذا بدنا شوي نتعمق بالدرجة اللي تحت فهي to watch or to attend a demonstration، إذا إحنا حضرنا إشي أو حضرنا تجربة معينة أو حضرنا فعالية معينة، هذا الإشي بيترك أثر أكبر علينا، مقداره تقريباً 50%، بنقدر بعديه إحنا to demonstrate هذا الإشي، نعيده أو نطبقه أو على الأقل نمارسه. بعدين بنيجي للparticipate or giving a talk، أو نكون ليد على activity معين. للأمانة هاي الـ education channel بكل بساطة بتمكننا أنه إحنا نتذكر على الأقل 70% من اللي إحنا شاركنا فيه أو قدمناه. ليش؟ لأنه بكل بساطة بنكون متعمقين فيه أكثر، متمكنين، متشربين محتوى. لهيك إحنا بعد ما نعمل participating بإشي معين أو نعطي giving a talk، بنكون speaker بمكان معين، بنكون عندنا القدرة to design أو analyze المحتوى هذا ونفكر فيه بشكل أعمق وأكبر. قاعدة الهرم طبعاً دائماً بتكون والأولوية هي to perform الإشي أو to simulate it، إنك أنت تطبق الإشي، إنك أنت تحاكيه، إنك أنت تعمله فعلياً. بهاي الحالة يقدر الأثر عليك ب90% من الإشي اللي أنت تحكيه وبتعمله وبتمارسه. طبعاً بهاي المرحلة إحنا بكون اكتسبنا قدرة to create الإشي or to evaluate it، انت بكون عندك معرفة كافية ومستوى معين انك انت يا اما تبتكر الاشي يا اما انك تقيمه، وهاي هي اعلى قناة للتعلم تأثيرا علينا، وهي تكون base of learning pyramid. اذا بتلاحظوا على الجهة اليسار من الصورة في كلمة passive و active،
تركيزنا دائما على الاكتف اللي احنا بنكون اكتف فيه، اللي احنا نبذل جهد فيه، هذا اللي فعليا بترك اثر علينا. شو خلاصه الليرنينج بيراميد؟ بكل بساطه انه موضوعنا لليوم اللي هي ديجيتال فابريكيشن سكيلز او الستيم ايدوكيشن بشكل عام محصور بجزء الاكتف اللي هو الجزء الاسفل من البيراميد، وهو اللي بترك اثر كبير علينا. ومن هون رح ننتقل للسلايد اللي بعده لحتى نحكي عن وين بالضبط بدنا نركز بموضوع الديجيتال فابريكيشن سكيلز. فاذا بدنا نعمل فلاش باك سريع هيك، بدنا نعمل بس هيك كومبارزن صغيره ما بين التراديشنال ايدوكيشن والستيم ايدوكيشن. فبهذا السلايد عندنا التراديشنال ايدوكيشن، بكل بساطه احنا اغلبنا مر بمراحل التعليم التقليدي اللي هو بكل بساطه المثل تبعته بتكون عباره عن قراءه ريد. كلياتنا بلا استثناء مرينا بمرحله اقرا الدرس ونقرا اكثر من مره، بعدين تميمرايزت بدنا نحفظه او بدنا نحفظ محتواه. وانا شخصيا كنت اسمع دروس العربي ودروس الدين والجغرافيا والتاريخ وغيره وغيراته لوالدتي. انا فعليا كنت اقرا اكثر مره بعدين احفظ. بعد ما نقرا ونحفظ بنيجي بدنا نراجع، بدنا نعمل هيك براكتسينج للإشي اللي فعليا قراناه وحفظناه، بعدين بدنا نسمعه كلياتنا بالاستثناء سمعنا الاشياء اللي قراناها بعدين حفظناها. وللاسف للاسف نوصل للمرحله الاخيره بالتراديشنال ادكيشن هي الجريدنج، اللي لطالما كانت غير منصفه لاغلب الطلبه. لانه اليوم احنا لما بدنا نحكي عن تعليم فالطالب واللي جنبه فعليا هم مش واحد، فاذا انا بدي اعتمد معيار واحد بالجريدنج ومعيار واحد بالتقييم انا للامانه بكون خسرت فعليا فئه كبيره من الطلاب ولو اني بكون انصفت جزء صغير منها. فكنا بالاستثناء بنتذكر مراحلنا الدراسيه اللي مرينا فيها كيف كنا احنا نتابع ونراقب اشخاص كثير شاطرين باشياء معينه، بس للاسف نظام التقييم ما كان ينصفهم ويعطيهم العلامات اللي هم بيستحقوها. فهاي كانت ابرز مواصفات الترديشنال ادكيشن، واللي راح نقارنها مع السلايد اللي بعده اللي هو الستيم ادكيشن او نظام التعليم الحديث اللي الان بلش ياخذ رواج وبلش ياخذ انتشار اكبر. الستيم ادكيشن اول شيء كلمه ستيم هي اختصار لساينس وتكنولوجي وانجينيرينج وماثيماتكس، وهي الاربع عناصر المهمه اللي الان بلشت تاخذ بين الاعتبار بموضوع البيلدينج ادكيشن كوريكولمز لحتى تكون تحتوي على هاي العناصر، واللي من خلالها احنا نطمح وبنسعى انه العقليات تبع الطلاب تكون منفتحه اكثر متطوره اكثر، وتاثير طبعا هذا الابروتش عليهم بيكون كثير ممتاز. فالستيم الميثود تبعتها اول شيء اوبزرفيشن، انا بترك مجال للطالب تو اوبزرف الاشياء انه يستكشفها، انه يتصور ايش ماهيتها، يتفكر فيها. بعد ما يتفكر فيها وبعد ما هو يصفن فيها بالمصطلح العام بده يطرح اسئله، وهون هي المرحله فعليا الفاصله عند الطلاب اللي مندخل الستيم ادكيشن او مندخل الديجيتال فابريكيشن سكيلز بنظامهم التعليمي، انهم هم بيطرحوا اسئله بعد ما يكونوا تفكروا بالاشياء. للأمانة التعليم التقليدي لطالما كان طرح الأسئلة فيه شبه محرم للأسف، وهذا كان يحد من انطلاقة الطلاب ومن كيف هم يعبروا عن قدراتهم وينطلقوا بالأفكار والإبداع اللي هم المكنون اللي جواتهم ومش قادرين يبرزوه نظراً لشح النوافذ اللي من خلالها ممكن يفرغوا هاي الطاقات. فبعد ما نعمل observation ونطرح أسئلة بيجي مرحلة فعلياً إنه إحنا نتساءل ونعمل experimentation لإلها، بمعنى أنه أنا بعد ما طرحت السؤال وبعد ما اختلقت فرضية كإجابة عن هذا السؤال فضولي بقودني تلقائياً لحتى أعمل experiment. هاي الاكسبيرمنت مشان أنا بدي أعرف بالمنطق اللي إحنا مخنا مبرمج عليه هل الفرضية اللي أنا حطيتها بعد ما سألت السؤال وبعد ما راقبت الموضوع هل هي صحيحة ولا لا وشو مدى صحتها. أنا ما في جواب يقين أكثر من الإكسبيرمنت إني أعمل لحتى أحصل هذا الجواب. بعمل إكسبيرمنت، الإكسبيرمنت دائما بتعطيني قدرة نعمل أنالايزينج للريزلت سبعتها، بعدين بتوصل لكونكلوجن. بهاي الطريقة أنا بكون تأكدت إنه أنا فرغت قدراتي، استغليت فعليا مواطن التميز عند كل الطلاب. اليوم احنا لما بدنا نحكي عن ديجيتال فابريكيشن سكيلز لو بدنا نفوت على اي فاب لاب او ديجيتال فابريكيشن لاب بنلاقي اكثر من شخص، كل شخص بيكون سبيشالست في شيء معين، وهذا بيعطي فاريتيز بالاماكن اللي ممكن الطلاب يتخصصوا فيها، ما بيحصرهم فقط بتوجه معين او ما بيحصرهم باطار معين مثل ما بيعمل التعليم التقليدي. فإذا بنشوف هاي الصورة مثلاً مجموعة طلاب مهتمين جداً بآلة 3D printer، ولطالما إحنا شدنا
الاشياء اللي بتتحرك والاشياء اللي احنا بنراقبها وهي قاعده تنبني. فتخيلوا كميه الحماس اللي بدها تكون عند الطالب وهو بيراقب بموديل صغير قاعد بينطبع جوا 3 دي برينتر، عن انه يسمع درس تقليدي لماده زي مواد مثلا الاجتماعيات او غيرها وغيراتها. اللي لفتتني صوره مميزه بالبرزنتيشن تبع المهندس مي كانت لما حكى انه بيستخدم الديجيتال فابريكيشن بكثير مواد، شفت خريطه العالم، فانا عن نفسي بعرف انه لا حصر لاستخدام الديجيتال فابريكيشن سكيلز بكل المواد، وكيف هي بتقدر توظف وتوصل رساله للشيء اللي جواتنا وبتوفر لنا طريقه تعبير مميزه. فلو بدنا ننتقل للسلايد اللي بعده واللي هو فعليا ببرزلنا اهميه وجود الديجيتال فابريكيشن سكيلز بالإدوكيشن بالعمليه التعليميه، بقدر الخصهم بهاي النقاط واللي فعليا مش محصورين بس فيهم. اول شيء انا بعمل انكريزنج الكولابوريشن والكوميونيكيشن سواء بين الطلاب انفسهم او بين الطلاب والمعلمين، لطالما واجهنا مشاكل سواء مع ابنائنا اخواننا او احنا انفسنا في المدرسه من سوء التواصل وسوء جود التواصل بين الطلاب انفسهم او الطلاب والمعلمين. اليوم لما يكون في عندي ديجيتال فابريكيشن سكيلز ولما انا اعكس ستيم ادوكيشن ابروتشز بالتعليم عندي، بصير عندي سعه اكثر للتواصل بين الطلاب، قنوات اكبر للتواصل بين الطلاب والمعلمين، كولابوريشن اكبر للطلاب انفسهم بالعمليه التعليميه، لانه ببساطه الكونتريبيوشن بيكون موزع عندي اكثر من التعليم التقليدي. بيكون عندي personalized learning opportunities، بيكون زي ما ذكرنا مش نظام تقييم نظام تعليم واحد ممكن يظلم طلاب معينين، لا بالعكس هو بيعطي زي customization لكل طالب، بيترك له المجال انه يبدع بالمجال اللي هو بده اياه وبالمكان اللي هو شايفه مناسب. النقطة الثالثة بتحكي عن انه لما يكون في عندي engaging content هذا بيضيف فضول كبير للطلاب انهم يتفاعلوا ويشتغلوا اكثر على حالهم، بيكون لهم contribution ملموس. النقطة الرابعة طبعاً بيعطي مقدرة للمدرسين أنفسهم إنهم يزيدوا البرودكتيفيتي تبعتهم، يكون عندهم مقدرة أكبر على إيصال المعلومة باستخدام التولز اللي هي متمثلة بالديجيتال فابريكيشن سكيلز. فأز كونكلوجن بالسلايد الأخير بقدر أحكي إنه تأثير وجود الديجيتال فابريكيشن سكيلز بالصفوف الدراسية أو بالإديوكيشنال كوريكولمز بيزيد الإنجيجمنت تبع هذا الطلاب، وفعليا هذا الشيء اللي احنا بدنا اياه انه نزيد الانجيجمنت تبع الطلاب لحتى نترك لهم مجال يبرزوا ابداعاتهم اكثر، بتساعد المعلمين انفسهم لحتى يعملوا امبروفمنت للخطط الدراسيه تبعتهم، واكيد زي ما ذكرنا انها بتوفر مساحه شخصيه لكل طالب انه يبرز ويفرغ ابداعه. واكيد باختصار وما بننسى انه بتساعدهم للطلاب انهم يبنوا مهارات القرن 21 واللي على راسها الكرياتيفيتي والكوميونيكيشن، واللي من آمن بلا شك إنه Digital Fabrication Skills بتوفر هذا الإشي وبتساعدهم على تحقيقه. ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك مهندس علاء الدين حواجة لهذا العرض التقديمي الجميل والمهم جدا صراحة. وإذا بتسمح لي المشاركة أيضا هيك بس سريعا بتسليط الضوء على بعض النقاط اللي ذكرتها حضرتك ومدى أهميتها لتعلم الصغار وتعلم الكبار أيضا من خلال learning pyramid اللي حضرتك يعني شاركتنا فيه اللي منقوم فيه. يعني أنا صراحة بعدد كبير من الدورات التدريبية اللي بعقدها ومندرب موظفين ومهنيين في مختلف مواقع عملية، ومنحرص على مدى أهمية learning styles لكل شخص، إنه فعليا شبابنا وطلابنا وأطفالنا ورجالنا ونسائنا بمختلف مواقعهم كل واحد عنده طريقة تعلم مختلفة، learning style مختلف. فلما نتعمق في learning pyramid اللي حضرتك قدمته فعلا هناك يعني طرق تعلمية تشاركية. هذا بأخذنا للكولب learning styles أيضا اللي قدمها العالم كولب، اللي في ناس بتعلموا بالنظر بالسمع بالتفاعل باللمس بعدة تفاصيل. ففعلا ما قدمته سيدي هو جزئية مهمة، قد لا تكون مؤسساتك التعليمية قديماً أو سابقاً لما لعقود قليلة قريبة لم تكن تعي لأهمية هذا النموذج بالتعليم، لكن يعني إذا بنرجع لشعارات قديمة يعني فرانكلين حكى tell me I'll forget, show me and I might remember, but involve me and I will learn. يعني هذا تعبير صريح عن learning pyramid اللي حضرتك حكيته. ونرجع قديماً إذا كان الريسورس صحيح، كونفوشيوس نفسه حكى بما معناه I hear and I forget, I see and I remember, and I do and I understand. فيعني لا شك كل العلوم القديمة والحديثة تؤكد على مدى أهمية التشاركية
والتفاعل واللمس والعمل على أرض الواقع, learning by doing. قد تكون يعني كلنا بنختلف بطرق تعلمنا وكل واحد بتعلم بطريقة أعلى وأكبر. فأشكرك لهذا العرض مهندس علاء الدين, ويمكن إذا بنطلع بتوصية من هذه الجلسة مدى أهمية فعليا تحول كل أنظمتنا التعليمية واعتماد قياس وتقييم طرق تعلم وأنماط التعلم لطلابنا في المدارس بناء على learning pyramids والlearning styles. فبالتالي هنا يعني نستطيع أصلا نوجه البرامج خصوصا التصنيع الرقمي لطلابنا من خلال معرفة كل نمط تعلم لكل طالب, فبالتالي قد يبدع أكثر ويكون هناك مواهب غير مكتشفة, فبالتالي بحاجة لاكتشاف هذه المواهب. شكرا مهندس علاء, وأكيد حنرجع نحكي مع بعض أكثر يعني نتبادل الأسئلة والحوار, لكن ما بدي أطيل على متحدثنا وضيفنا من سلطنة عمان. اسمحوا لي أن نرحب بمتحدثنا الكريم والقدير السيد المهندس عثمان المنظري. أسعد الله مساءك سيدي من سلطنة عمان. مساء النور, أهلا وسهلا. أهلا مهندس عثمان, إذا بتسمح لي التعريف عن حضرتك بشكل مقتضب, وأنت صاحب يعني خبرات وكفاءة. المهندس عثمان المندهري هو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة إينوتك الناشئة, والتي بدأها عام 2013 لتكون أول مختبر تصنيع رقمي وأول منشأة توفر خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D Printing في سلطنة عمان. وأيضاً مع الوقت توسعت أعمال إينوتك لتفوز بجائزة الريادة للشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان, كما أنها أيضاً تقوم بتشغيل أول مختبر تصنيع رقمي متنقل, بالإضافة إلى توفير العديد من المبادرات التعليمية في مجال الثورة الصناعية الرابعة. ما شاء الله عليك مهندس عثمان, ولا شك هذا جهد تشكر عليه وإبداع أيضاً نفتخر فيه جداً. وبنطلع حالياً لعرضك التقديمي سيدي, راح تشاركنا فيه بعنوان The Contribution of Digital Fabrication Skills in Closing the Gaps of the Market, أو مساهمة مهارات التصنيع الرقمي في سد الفجوات في سوق العمل, إذا كان صحيح العنوان. نعم سيدي, لك كل الحديث الآن مهندس عثمان وكل الاحترام, تفضل. مساء النور, أهلا وسهلا بالجميع. أنا بتكلم بالفجوة المهارية الموجودة في السوق في الميدل إيست بشكل عام وفي العالم ككل. بداية أنا ما بغطي على النقاط اللي غطوها الإخوان. أنا كنت محضر بعض النقاط عن الديجيتال فابريكيشن في الإدوكيشن, فلمنع التكرار بركز على الجانب الفوكيشنال ترينينج. خلونا في البداية نعرف بالمشكلة. المشكلة الموجودة حاليا في الميدل إيست بشكل خاص وفي العالم ككل في فجوة في مهارات تقنية معينة, وهذه الفجوة تزيد كل سنة. الطلب على بعض المهارات يزيد بشكل كبير جدا كل سنة, وفي المقابل المخرجات كأعداد فيه زيادة خجولة, خلونا نقول في أعداد المخرجات في اهتمام الأجيال الناشئة بهذه الاختصاصات. عشان نعطي بعض الصورة للكل عن الوضع الحالي في الميدل إيست, بعض الإحصائيات الرسمية في أحد التقارير ذكر أنه في Global Talent Shortage أو نقص عالمي في المهارات, نتكلم عن ما يقارب 80 إلى 85 مليون شخص متوقع في العام 2030, ومعظم هذه المهارات نتكلم عن مهارات تقنية دقيقة لها علاقة, معظمها لها علاقة بالديجيتال فابريكيشن أو التصنيع الرقمي. في تقرير ثاني أيضا يتكلم عن أنه هذه الفجوة تزيد من سنة إلى أخرى. إحنا قبل كذا سنة كان الريت أو معدل عدم توظيف الشباب ومعدل البطالة للشباب نتكلم عن 9% في المنطقة, الحين صرنا نتكلم عن 12 إلى 14%. فهي مشكلتين يحلوا بعض. المشكلة الأولى في أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل اللي يبحثوا عن وظائف. الجانب الثاني في عندنا أعداد كبيرة من أصحاب الأعمال أو الشركات والمؤسسات يبحثوا عن المهارة وما محصلينها. ففي هذه الفجوة ما بين الطرفين,
باحثين عن عمل وباحثين عن ناس فنيين أو خبرات في مجالات معينة. طبعاً الحل هو الأول والأخير هو التعليم، سواء نتكلم عن التعليم المدرسي، التعليم الجامعي، وحتى الفوكيشنال تريننج. احنا شركة إينوتك مثل ما ذكرت تأسسنا في 2012، احنا تأسسنا كأول فاب لاب. انا اللي شدني لهذا العالم كبداية، اولا كوني مهندس ميكاترونكس كشخص مختص بهذا المجال، ثانيا كمشاركات دولية، شاركنا في الفاب فاونديشن في مؤتمر سنوي يقام للفاب لابس. فمن خلال مشاركاتنا ارتئينا نبدأ أول فاب لاب في عمان، وابتدينا أول موبايل فاب لاب. أعتقد هذا الكونسيبت أو هذا المبدأ لازم يعمم على عدد كبير من الدول، خاصة في الشرق الأوسط، لعدة أسباب. أولاً احنا ما عندنا السيولة أو الاستثمار الكافي من الحكومة والقطاع الخاص عشان ننشئ فاب لاب أو مختبر تصنيع في كل منطقة من كل دولة. هذا يتطلب استثمارات ضخمة، وهذا الشيء حاليا صعب في منطقة الشرق الأوسط. الحل هو في المختبر المتنقل. احنا الفكرة هذه انا اول ما طلعت على الفكرة كان في شنزن، في احد المؤتمرات في احد الولايات الأمريكية، كانوا يستخدموا مبدأ الموبايل فاب لاب، اللي هو ينتقل كل اسبوع لمؤسسة تعليمية اخرى، بالتالي تخدم أعداد أكبر بكثير من المستفيدين، وتلغى المركزية اللي موجودة. على سبيل المثال احنا في سلطنة عمان نتكلم عن المسافة من الشمال من العاصمة مسقط إلى أقصى الجنوب 1200 كيلومتر، فبالتالي مضطر أعمل لاب أو مختبر في كل منطقة أو في كل ولاية، هذا مكلف جدا. الموبايل لاب يحل هذه المشكلة. لما بدينا بالموبايل فاب لاب لاحظنا أنه الطلب عالي جدا من المدارس من الأهالي، وحاليا قاعدين نشتغل على مور موبايل فاب لابس، قاعدين نبحث فكره انه نعمم هذه المختبرات، لانها بالفعل سدت فجوه في ميول الطلاب. مثال استخدمه كثير اللي هو نستقبل طلاب المدارس قبل ما يدخلوا للمختبر للبوت كامب او للمخيم اللي هو اسبوع كامل، تكون ميولهم في العاده شبيهه بميول اولياء امورهم. الشخص اللي والده طبيب يقول لك انا اتمنى يكون طبيب، اللي والده مهندس يتمنى هندسه، الطيار يريد يكون طيار، شيء طبيعي في 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 في, في الطلاب بشكل عام. مع الفاب لاب تلاحظ في بعض الاختلاف، كثيرين صار يقولوا اوكي انا احب اكون بروجرامر، انا احب اكون ديزاينر، انا احب اشتغل على المشين الفلاني، انا احب اكون مهندس الكترونكس. حس ان الطلاب بشكل كبير ما في مناهجنا الى الان ما تعطي الطلاب فرصه اكتشاف ميولهم الحقيقية، مرة ثانية لأنهم كثيرين يتعلموا باللمس، كثيرين يتعلموا بالتجربة، وهذا الشيء ما متاح في معظم المدارس حاليا. إذا جينا نتكلم عن ما بعد التعليم المدرسي، احنا اشتغلنا في مبادرة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في السلطنة، وفرنا طابعة ثلاثية أبعاد لكل كلية وجامعة حكومية، وعملنا training for the trainers، دربنا المعلمين أو الأكاديميين والدكاترة، ومن ثم هم نقل التجربة إلى الطلاب. مرة أخرى لاحظنا تغير كبير في عقلية الطلاب. كوننا شركة أو كوننا بلد يعتمد بشكل كبير على صناعة النفط والغاز، كثير من طلاب الجامعات والكليات في التخصصات التقنية يبنوا مسارهم المهني أو يكون حلمهم المهني هو الانضمام لشركة نفط وغاز، بحكم ارتفاع الرواتب، بحكم الاستقرار الوظيفي فيهم، بحكم انه معظم الخريجين اصلا من الدفعات السابقه يروحوا الى هذه الشركات. بعد التجارب وبعد التعديل على المناهج التعليميه صرنا نشوف انتربرينورز، رواد اعمال يدخلوا في المجال التقني. صاروا في ناس يقول لك اوكي انا اتخرج انا اريد ابدا ستارت اب او شركه ناشئه في المجال الفلاني، او انا اريد ادخل اتوظف مع الشباب الفلانيين اللي بدوا ستارت اب قبل سنتين. في بعض الطلاب اللي عملوا مشروع تخرج في كليتهم وحولوا هذا المشروع التخرج بعد التخرج الى مشروع تجاري، فصرنا نشوف اشياء لاول مره نشوفها كرواد اعمال، كشركات ناشئه، وكشباب يبحثوا عن وظائف في وظائف غير متعلقه بالنفط والغاز، متعلقه بالتخصص او بالميول اللي هم حصلوا عليها واكتشفوها في مختبرات التصنيع الرقمي هذه. فهنا تاتي اهميه مختبرات التصنيع. أنا وجهة نظري أنه المفترض حالياً في كل جامعة
وفي كل، أنا ما أقول في كل مدرسة، ربما هدف صعب، لكن في كل جامعة تقنية نحتاج إلى فاب لابس، الطلاب يوسخوا يديهم فيها، يتعلموا، يكتشفوا ميولهم ومهاراتهم. وفي كل مدرسة، إذا ما كان في مختبر في كل مدرسة، فنحتاج إلى موبايل لاب، نعطي الفرصة لكل طالب ولو الأسبوع واحد في الفصل الدراسي أو في السنة الدراسية أنه يقرب بيديه، يوسخ يديه، يشتغل على الإلكترونيكس، CNC ماشينز، الليزر كاتينج ماشينز، 3D برينترز، الفاب لاب ماشينز، يدخل لهذا العالم، لأنه هذه الطريقة الوحيدة والوحيدة عشان نغطي الفجوة الحالية في سوق العمل. كصاحب عمل، أنا إحنا من فترة طرحنا بوزيشن وظيفة لمهندس ميكاترونيكس. إحنا أحد الصعوبات اللي نواجهها هو الحصول على مهارات في هذه المجالات، في بروغرامرز، في CNC ماشينز، في حتى في 3D برينتينج. لما بديت أختلط مع زملائي رواد الأعمال من دول ثانية، من دول الخليج، من الأردن، من مصر، لاحظت أنه نفس المشكلة، كل أصحاب الأعمال عندهم مشكلة في التوظيف، في استقطاب المهارة اللازمة، لأنه في شح كبير وفي تنافس شديد على المهارات التقنية العالية. لذلك مرة ثانية، التعليم هو الحل، التعليم هو اللي ممكن يعيد توجيه الأجيال اللي بتتخرج في السنوات 15 سنوات القادمة إلى مجالات تقنية، مجالات جالس التوظيف فيها يتوسع بشكل exponentially في المنطقة، وفي المقابل ما جالسين نشوف ردة فعل كافية من مش التعليم الجامعي، التعليم الأساسي بشكل عام. هذا باختصار، أنا ما بطيء عليكم، أنا أفضل نحيل إلى الأسئلة والنقاش، إلى فقرات الأسئلة والنقاشات. شكراً أستاذي. شكرا مهندس عثمان، وأشكر تقديمك الشيق والجميل والرسائل الجميلة اللي أرسلتها، وخصوصا إذا بين قوسين بتسمح لي يعني كما علقت حضرتك أنه فعلا ندعو طلابنا أن يوسخوا إيديهم في المعامل وفي المشاغل، وأنا إذا بدي شوي أضيف فلسفة معينة، بالعكس أن يمكنوا إيديهم ويكسبوا إيديهم المهارات وتقوية العضلات، بدل فعليا استخدامها فقط على الجيمز ويعني الأشياء الرقمية التي لا تجدي الفائدة المرجوة من الأدوات الرقمية. ويمكن هذه مشكلة العصر، كل الندوات اللي عم نحضرها كيفية تخلص أبنائنا من الشاشات الرقمية. فأتوقع الديجيتال فابريكيشن لابس قد تكون فعلا أفضل وسيلة لجذب طلابنا وأطفالنا منه للاستمتاع بما يعني يثير شغفهم فعليا واهتمامهم باللعب أو في الأمور الديجيتال والأمور التقنية والشاشات والرقمنة، عوضا عن فقط الجلوس خلف الشاشة ومشاهدة هذه الفيديوهات اليوتيوب أو اللعب فقط بالأصابع. ففعلا بدنا أطفالنا يوسخوا ديهم وينزلوا على المشاغل ويحركوا حالهم، وقد يكتشفوا أشياء مذهلة ويذهلونا في هذه الاكتشافات. مهندس عثمان، شكرا جزيلا سيدي يعني تقديمك الجميل، وايضا هناك لا يجب لن اغفل عن متابعينا اللي عم يتابعونا على صفحه الفيسبوك، على صفحه تك ووركس، وكل شركائنا اللي عم يشاركوا البث. هناك تحيه حب لسلطنه عمان وشعبها الطيب الكريم من السيد عماد الخواجه، وكل المتابعون حاليا ايضا عم بيبعثوا التحيات والامسيات لكل اللي عم بيتابعونا وعم بيشكرونا فعليا على هذا التقديم، كل باسمه فعليا. قد نعود للاسئله او التعليقات من زملائنا او اللي بيتابعونا. هناك بعض الاسئله فعلا موجهه لبعض المتحدثين، لكن اذا تسمحوا لي بجوله من الاسئله على المتحدثين بدقيقتين او ثلاث لكل متحدث. نعود الى الدكتور حسن قنديل. دكتور حسن، اذا سمحت لي بسؤال من خلال يعني عرضك التقديمي وتحت العنوان العريض فعليا اللي احنا بنحكي فيه اليوم، مدى أهمية دمج التصنيع الرقمي في مناهجنا، في تعليمنا، في أنظمتنا، في فعليا أو في ثقافتنا. قد يكون هذا بداية، لازم الثقافة داخلية لمدراءنا، لمعلمينا، إداريينا، أولياء الأمور وغيره. برأيك سيدي، يعني ما هي الأسباب التي جعلت الجامعات الأردنية تحديدا، من خبرتك كطالب الجامعات وخبرتك في الأردن والآن أنت في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في موقع مرموق،
فلا شك قد تكون قمت بعملية تقييم أو gap analysis لوحدك فقط لتشعر ما هي الأسباب التي جعلت جامعات الأردنية بمختلف يعني تصنيفها حكومية قطاع خاص معاهد وغيره تتأخر في تبني المشاريع الصناعية الممولة أو المكفولة، يعني بمعنى السبونسر حكينا نحن projects industrial projects، لأنه أيضا في عرضك التقديمي ذكرت مدى أهمية دعم المؤسسات التعليمية من قبل الصناعة. ماذا برأيك، لماذا برأيك تأخرت مؤسساتنا فعليا بهذا الخصوص؟ تفضل سيدي. شكرا جزيلا. أنا بدي أحيي الجميع، وأنا جدا كنت interested في الفكرة اللي حكاها الباشمهندس عثمان، هاي فكرة جدا رائعة صراحة. إحنا في الأردن إذا بدنا نبلش نشتغل على موضوع الفاب لابس، ممكن يكون الموضوع ناتج عن الصناعة، إنه يكون شركة صناعية معينة، عندنا ما شاء الله شركة صناعية ممتازة بالأردن، إنها تكون هي الحاضنة للفاب لاب في معظم الجامعات الموجودة في الأردن، وهي أظن حتى توصية المفروض إنه إحنا نطلع فيها من اليوم. برأيي صراحة الأشياء الأساسية اللي بتخلي الجامعات الأردنية لا تعتمد موضوع الفاب لابس والتعليم التقني بشكل أساسي، أول أو ما بنقدر إحنا نجيب عمالنا الدعم الصناعي بشكل أساسي، بجوز ما في ثقة كافية بالكفاءات الطلابية، مع إنه هذا الحكي غلط، ولكن إحنا عندنا كفاءات رائعة ممتازة جدا جدا. الطالب الأردني طالب ذو نوعية رائعة وممتازة وكفاءات عالية جدا جدا، وهذا الإشي بنشوفه إحنا لما ما شاء الله يعني يجي الطلاب على الجامعات سواء الأمريكية أو العالمية بشكل عام. الثقة هي إشي أساسي، إنه لازم تعطي الثقة للطالب إنه يقدر يشتغل ويصمم المشروع ويحل المشكلة. الموضوع الثاني أظن اللي هو له علاقة في صعوبة الصرف الدعم المادي، يعني إحنا بيجي عندنا الفلوس على الجامعات وعلى المؤسسات إنه بدي أصرف منها مبالغ عشان أشتري مواد أساسية، عشان أشتري أشياء معينة لها علاقة في المشروع. بجوز عملية الصرف المادي والبروسيس اللي بنخش فيها شوي صعبة، ولكن بشكل عام أنا برأيي لو الصناعة تكون حاضنات للفاب لابس اللي موجودة عندنا في الأردن، هذا الإشي راح يكون جدا داعم وجدا أساسي لنا. يعني دكتور إذا بتسمح لي، قد يكون من المقترح اللي حضرتك عم بتقدمه إذا نصيبه، يعني أن تتبنى أن يكون هناك توأمة أو تبني من قبل مصنع بقطاع معين، إن كان قطاع أدوية، قطاع تعدين، قطاع إنشاءات، مختلف القطاعات، أن تتبنى فاب لاب في كل جامعة وفي كل مدرسة وأن تديرها وتنقل خبرتها، هل هذا يعتبر نموذج فعليا لدعم الصناعة لمؤسساتنا التعليمية؟ صراحة النموذج يعني العالم متجه لموضوع جديد جدا، وراح نشوف ثورة تعليمية مخيفة في اتجاه انه الطالب ما يتعلم بجامعة واحدة، يكون طالب ياخذ كورسز او مواد في جامعات مختلفة، مدارس مختلفة، ويكون ينقي الجامعة اللي بتعطيه هذا الكورس المعين بجودة عالية. لهذا الأساس في شركات كثيرة موجودة عالميا، عندنا احنا 3 أو 4 كورسات بهذا الشكل. الكورس نفسه مش بس اللاب، الكورس نفسه هو من خلال حاضنة لشركة معينة، الماتيريال المادة اللي موجودة المعطية لطلاب الهندسة بتكون جاي كدورة تدريبية من الشركة، فبالتالي الطالب بيخلص ساعات تعليمية وبنفس الوقت بياخد شهادة في نهاية هذا الكورس. إنه يكون في عنا حاضنة للفاب لابس هذا إشي أساسي صراحة، وعندنا طاقات وأموال وشركات رائعة ورائدة في مجال تقوية أو تمكين الشباب الأردني، وأظن هذا الإشي ما راح يكون صعب، ولكن بيحتاج إلى خلينا نحكي حوار الشركات بشكل عام. أنا ممكن أشتغل هذا الفاب لاب عشان أصنع أشياء إلها علاقة بالنسبة لشغلي للبزنس تبعي، أنا ممكن أستغل الطلاب والكفاءات والمهارات اللي موجودة. أنا ما بقدر يعني، أنا خلينا نحكي قسم موجود فيه 600-700 طالب في الدفعة، يعني أنا فعليا بنقي من 600 أو 700 الناس اللي ممكن تحلل لي مشاكل، I extend the engineering staff تبعي بدون ما أصرف عليهم رواتب. هذا الإشي ممكن لازم إحنا نفهمه بجزء الاندستري أكثر،
ويكون في تواصل على هذا الموضوع أكثر إن شاء الله. أشكرك مهندس حسن، لا شك فعلا ما ذكرته صحيح جدا. أولا شبابنا عندهم كفاءات وقدرات وإمكانيات potentials عالية جدا، بحاجة لإخراجها واكتشافها، ولن يتم ذلك إلا من خلال الاستثمار في هذه الطاقات من مختلف القطاعات. الاستثمار إحنا بنحكي هنا حتى بكل قطاعات باي ذا واي، يعني لما نحكي عن رياضة فعليا أنت بحاجة لأكاديميات رياضية تكتشف طلاب من المدارس، وهذا استثمار، وهذه صناعة بحد ذاتها، وأيضا اقتصاد بالنتيجة تعود بالنفع على المجتمع، على العائلة، على الفرد نفسه وعلى البلد بشكل عام وسويتها، وكذلك بالفن والثقافة. فيجب أن تكون هناك مؤسسات ثقافية ومنتديات تتبنى الشعر والثقافة واللغة، يمكن هناك نماذج عالمية. بس إذا بنحكي على التصنيع فعليا، هناك يعني أنا بعرف شخصيا عدد مؤسسات صناعية ثقيلة، على سبيل المثال يعني كاتربيلر العالمية يعني، وبالأردن موجودة، هناك أكاديمية كاملة متخصصة يعني، وتتحالف مع عدد المؤسسات التنموية الدولية لتدريب بعض الخريجين من الجامعات التقنية. لكن إحنا بدنا فعلا يكون تبني وتوأمة فعلية وحقيقية من الطفولة، زي ما حكت المهندس مي، من الأطفال، زي ما تفضل الأخ مهندس علاء الدين، وأيضا أستاذنا مهندس عثمان، قديش مهم أنه أنظمتنا التعليمية تكون من البداية منخرطة ومتعرفة على احتياجات السوق، من خلال أن تكون القطاعات الاقتصادية مشاركة في العملية التعليمية بحد ذاتها. أشكرك دكتور حسن، سنعود لك إن شاء الله، الوقت لن يعني يسرقنا إن شاء الله، ونعود لك بجولة أخرى من أسئلتنا أو أسئلة الجمهور. لكن اسمحني أنتقل إلى القاهرة، قاهرة المعز ومصر الشقيقة. بالقاهرة مهندس ماي حضرتك ولا محافظة أخرى؟ بالقاهرة. بالقاهرة أيوة. يا ستي تحياتي لكل أهلنا في مصر الحبيبة والقاهرة. مهندس ماي، إذا بتسمحي لنا أن نطرح عليك السؤال التالي، وأيضا يعني من خلال عرضك التقديم اللي قدمت لنا إياه، طبعا من واقع خبرتك تحديدا، ما الذي تحتاجه المدارس والجامعات إن كان بتجربة حضرتك مهندس ماي في مصر، ما الذي تحتاجه فعلا لبناء الفاب لابس اللي هم يعني المختبرات التطوير والتصنيع الرقمي؟ من أين يمكن أن يبدأ، وما هي التكلفة إذا بدنا نحكي باقتصاد تحديدا وفاينانس؟ أيوة. أرقام هل هو مكلف للجهة؟ هل بحاجة لمبلغ طائل من المال؟ هل هو ضمن المتاح فيجب أن يسخر رصيد معين من الميزانية بالمؤسسة أو بالمدرسة لإنشاء هذه هذا المختبر الرقمي؟ تفضل المهندس مي. حلو جدا. عامة السؤال ده سؤال مهم جدا وقوي جدا، لأنه بنتسأله كتير نسبيا يعني. كل ما الناس تبدأ تسمع عن الكونسبت بتاع الفاب لاب ومحتوياته ونقدر نعمل بيه إيه، فبنتسأل السؤال ده. وإجابتي عن السؤال ده بيبقى أن أنا أسأل سؤال، أصلاً هو إيه المطلوب؟ يعني إحنا عايزين نوصل بيه، إحنا كمؤسسة بتفكر أن إحنا أصلاً عايزين نعمل الفاب لاب. What are our objectives؟ إحنا عايزين الفاب لاب ده ليه؟ وعايزين نوصل بيه لإيه؟ لأنه في الأول وفي الآخر الفاب لاب is a group of machines and tools موجودة أنا بوظفها زي ما أنا عايز. ممكن أوظفها أن هي تبقى حاجة ليها علاقة بالبحث في مجال معين، ممكن يبقى ليها علاقة بالتعليم، ممكن يبقى ليها علاقة بالطب، ممكن يبقى ليها علاقة بأي حاجة. فأول سؤال مهم جداً إنه أي organization عايزة تعمل أو مدرسة أو جامعة بأي شكل أو حتى شركة أو مصنع أو كده، نسأل السؤال بتاعه هو أنا أصلاً عايزة أوصل لإيه؟ يعني أنا عايزه ليه؟ وبيزد على الأوبجكتف ده أنا أبدأ أكستمايز الحاجة اللي أنا محتاجها. ممكن ألاقي حاجات اللي موجودة جوه، أختار الأيتمز اللي من الفاب لاب. فأصلاً فهم إن الفاب لاب أساساً هو كونسبت وأقدر أكستمايزه وأشوف أنا محتاج إيه ومعايا فلوس قد إيه. فأنا في اعتقادي كمان إن دي نقطة مهمة جداً، ونقطة كمان مهمة جداً إن إحنا محتاجين ثلاث حاجات. مش هتكلم في الفند لانه ديفينتلي الفند مهم جدا والفلوس مهمه والالوكيشن بتاعه البادجت مهمه، ولكن في مصر يمكن هتكلم عليها somehow الفلوس موجوده بشكل او باخر، سواء برايفت انفستمنت او ان انا دونيشنز او اورجانيزيشنز بتدي فند بشكل كبير موجود. ولكن الفكره الاساسيه في كذا حاجه. اول حاجه انه ان انا اربطها اصلا انا عايز اعمله ليه، بيبقى في اجابه ايوه يعني انا اديك الفلوس دي ليه والأوبجكتيفز بتاعتك إيه منها. فده نقطة مهمة جداً لازم أجاوب على السؤال ده بشكل كبير.
وتاني حاجه ان يبقى في احتياج لشويه فاسيليتيشنز في الرولز واللوجيستكس والامبلمنتيشن والقوانين والموافقات والكلام ده كله، لانه ده عندنا في مصر موضوع ساعات بالذات مع الحاجات الحكوميه سواء في المدارس او في الجامعات بيبقى الموضوع يعني في شويه بيروقراطيه وتول بروسيس. يعني احنا مثلا في وقت المواعيد انا بشتغل على بروجكت دلوقتي، احنا البروجكت مدته سنه بس عشان اخد الموافقات وجو ثرو البروسيس دي انا خدت سنه كامله ولسه ما خدتش الموافقه، فمحتاج الموضوع فيه شويه فاسيليتيشنز في اللوجيستكس والامبلمنتيشن. وكمان بيحتاج مننا ان احنا نعمل اون بوردنج مش بس للناس اللي هتشتغل في الفاب لاب، يعني ممكن اقول في المدارس او الجامعات اسهل ناس انا ممكن اتكلم معاهم عن الفاب لاب واجيبهم يشتغلوا فيه هم الطلبه او حتى المانجرز او اللي هيبقوا بيشتغلوا المهندسين اللي هيشتغلوا جوه اللاب، ولكن ما حول هذا الكوميونتي من ادمنستريشن من ستاف من ليدرشيب، انا بحتاج اعمل اون بوردنج للناس دي وتبقى فاهم احنا بنعمل ايه علشان هما دول في الاخر المنظومه دي كلها هي اللي هتعمل الفاسيليتيشن، فمش بس الموضوع هيبقى قائم على الطلبه او الناس اللي شغاله جوه الفاب لاب ولكن الناس اللي حواليهم واداره المدرسه او اداره الجامعه الادمنستريشن الانفنتور كل الكلام ده لازم فاهمين هو احنا بنعمل ايه الموضوع عباره عن ايه وازاي عشان يقدروا يفاسيليتيت ويسهلوا علينا كل الحاجات. وطبعا تريننجز، فلانه بشكل كبير التكنولوجي مش هقول جديده هي مش جديده بس استخدامها في الوقت الحالي جديد، فمع الاون بوردنج بيبقى فيه مهم جدا ان يبقى فيه تريننج على مختلف الحاجات مش بس كمان التكنيكال ولكن كمان على ازاي ان انا ادير مكان زي ده وازاي ان انا الانفنتوري بتاعي اجيبه ازاي والسبلاي تشين في المجمل، فازاي ان انا كمان ادير المكان ده واخلقه واخلق عليه ترافيك واعمل له ماركتنج ودوكيومنتيشن وكل الكلام ده كله بيغفل عنها. الناس بتفتكر ان يبقى المهم بس التكنيكال، ولكن في شويه حاجات كده بجانب التكنيكال هي اللي بتنجح او مش يعني او للاسف بيبقى فيلينج للمكان يعني. بس شكرا مهندسة مي لهذا التعليق فعليا واللي مهم جدا صراحة، وأتوقع يعني زي ما تفضلتي مهندسة مي أنه موضوع إنشاء الفاب لاب هو ليس هدف بحد ذاته أنه إنشاء الفاب لاب فقط، هو أداة للوصول لهدف. ففعليا زي ما نحكي نحن ثقافة، فعليا بحاجة لتغيير الثقافة وزرع الثقافة اللي تتطلب تغيير، إدارة تغيير فعلا، change management في المؤسسة كاملة، turn from the top زي ما بيحكوا، إنه كيف ممكن نبدأ من القيادة العليا نضع خطة استراتيجية وهدف الوصول. أنا عاوز الفاب لاب ليه فعليا، ما هو الهدف المراد تحقيقه؟ يعني أنا بتذكر يعني إذا بدنا نحكي أنا مش كثير قديم لكن يعني كانت المبتغى دائما لأي مؤسسة يكون عندها كمبيوتر لاب وتعمل أحسن كمبيوتر لاب وأجهزة كمبيوتر وينتهي بها المطاف أن تصبح غرفة تخزين للأسف. بالضبط بالضبط. صح ولا لا؟ بالضبط. فليش بدنا الكمبيوتر لاب وليش بدنا الفاب لاب؟ ممكن نعمل أحدث أنواع المعدات والآليات والأجهزة بدون يعني وجود أي خطة أو هدف، بدون وجود كوادر مدربة لاستخدامها وطريقة استخدامها والهدف المطلوب منها. ففعلا هو زي الواحد اللي ممكن يشتري أفخم نوع سيارة بالعالم بس ما معه رخصة قيادة ومش عارف وين بده يروح فبيصفي المفتاح معه وبيتفرج على السيارة لا أكثر ولا أقل. فأشكرك مهندسة مي وسنعود لك في جولة أخرى من الأسئلة إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت. اسمحوا لنا ننتقل أيضا ونعود إلى المهندس عبد الله علاء الدين، عفواً. وصراحة المهندس علاء الدين خواجة هناك العديد من المتابعين وفي فانس كثار للمهندس علاء الدين الخواجة، ببعثوا لك تحياتهم واحتراماتهم ومحبتهم لإلك، فبرضو سريعاً عشان متابعينا يكونوا معنا ونكون للكل التقدير. دكتور سيف الطهاد دكتورنا العزيز وسيدي علياء حبول لكل احترام، الخبير بناء القدرات والمدرب السيد محمود المرقة أيضا عم ببعث لنا أسئلة وتحيات، أستاذي القدير ليث الربضي
أيضا خلود الهامي، إيمان البطاينة، عايش العزازمة، صقر مزاهرة، عماد الخواجة، منال عياش، عماد الخواجة أيضا، رولا مزاهرة، رانيا جبرين، وفاء الخواجة، عماد الخواجة، وروزيانا حداد، وحنين مزاهرة، سهام العزام. ما بدي أنسى حدا صراحة، الكل محل تقدير، فدال خواجة وعبد الله العزام، شكرا للجميع. المهندس علاء الدين خواجة، هناك سؤال فعلا أحد المتابعين بالإضافة لسؤال اللي عندي أنا صراحة، لكن بدي أعطي أولوية لمتابعينا اللي تشوقوا لحديثك. الأستاذ ليث الربضي بيحكي أعجبني، عفوا أستاذ ليث في سؤال، لكن السيد محمود مرقة وهو مدرب وخبير بناء قدرات ورجل له باع طويل في عالم بناء قدرات، أعجبني جدا عرض الأستاذ علاء الدين، وكنت أتمنى أن يكمل حول كيفية تطبيق أسلوب STEM في المدارس وعلى نطاق واسع، خاصة في معرفتنا بإمكانيات مدارسنا ومعلمين أيضا. هذا سؤال. وأستاذي العزيز ليث الربضي وأيضا الأستاذ الفاضلة هالة تبابني تسأل أستاذ علاء، ممكن يزودنا بأمثلة عملية حول تطبيق STEM Learning في مدارسنا؟ وهم معلمين، الأستاذ ليث الربضي والأستاذ هالة تبابني معلمين قديرين وأكاديميين لهم باع طويل في التعليم في مدارسنا. هل ممكن نجيب على السيد محمود مرقة والسيد ليث الربضي والأستاذ هالة دبابنة؟ أكيد سيدي. بداية حول آلية تطبيق نظام STEM بالتعليم أو بالمناهج المدارس، للأمانة إحنا لما بدنا نحكي كلمة تطبيق فهاي بحالها بتحتاج تخطيط مسبق وبتحتاج خطوات فعليا من التجهيز. واليوم إحنا بنحكي عن شيء على مستوى وطني وعلى مستوى مجتمعي كبير، مش على مستوى شخصي أو على مستوى مؤسسة واحدة. فلطالما كانت المعادلة متعددة الأطراف، اليوم لما بدنا نحكي عن قضية بهذا الحجم بنحكي عن تشارك وتعاون بين كثير أطراف. بداية أولهم طبعاً دائماً الجهات المشرعة والمسؤولة عن نظام التعليم والتعليم العالي بكل دولة. فأنا طبعاً أكيد من خلال الجلسة الحوارية اللطيفة بحب أنوه على نوايا تعاون مشترك مع سيد مهند الخطيب، أنه كيف الوزارة عن جد ممكن يكون لها دور للتوعية والتشجيع على تطوير مناهجنا الدراسية والأكاديمية. فبنبدأ من رأس الهرم من جهة المشرعة والجهة المسؤولة اللي هي الوزارات القائمة على المؤسسات التعليمية، يكون في عن جد خطط منهجية ونوايا جدية لإدخال هذا النوع من التطور أو هذا النوع من الأنظمة على مناهجنا التعليمية. بعدين للأمانة بنشتغل على إشي بالنسبة لي هو الأهم، المايندسيت تبعت الناس، تبعت الكوميونتي، تبعت الناس المتلقيين والمنفذين لهذه الأنظمة. فاليوم أنا قبل ما أحكي إن بدي أسقل أو بدي أسقط هذا النظام على المنهاج التعليمي، بدي أكون مجهز أساتذة أكفاء لحد تطبيق هذا النظام، ومجهز عقلية طلاب تتقبل هذا الموضوع وتتجاوز فكرة إنه هو مجرد لعب ومزح. لأنه للأمانة كثير جربنا أو كثير من خلال تجربة STEM approaches بالمدارس، هي بالعادة تكون activities في كي مسج بنوصلها من خلالها، فالطلاب أغلبهم كانوا مبسوطين، بس للأسف كان فئة منهم يفكروا بنلعب وبنمزح، ما كانوا يركزوا أنه هو الغاية منه فعليا إيصال رسائل محددة مسبقا. فبدنا نشتغل على عقلية الطلاب لحتى يتقبلوا هذا الموضوع، بدنا نشتغل على عقلية وجهوزية المعلمين لحتى يطبقوا هيك أنظمة، وكمان يعني نكون واقعيين شوي بحاجة فاسيليتيشن بالمدارس نفسها. لأن اليوم لما بدي أحكي عن STEM education أو بدي أحكي أنظمة تعليم حديث، أنا بحاجة kits، بحاجة tools، بحاجة resources، I need to allocate it بالمكان الصح حتى أقدر أطبقها لي هيك. فللأمانة هي منظومة واسعة بحاجة دعم وتعاون مشترك بين كل الأشخاص أو كل الجهات المعنية لحتى نطلع إن شاء الله فيها. هذا بتوقع أنه كان جوابي بالنسبة لآلية إسقاط تطبيق الستيم بالمدارس. أشكرك مهندس علاء الدين خواجة لإجابتك، وأتمنى الأستاذ محمود مرقة وأيضا الأستاذ ليث الربضي عم بيتابعونا ما زالوا وصل الجواب، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار آخر لاحق إحنا سعيدين أن نطرحه على مسامع متحدثين الكرام. شكرا مهندس علاء الدين خواجة، وإذا أسعفني الوقت سأعود لك أيضا بسؤال يعني آخر، لكن اسمحوا لنا أيضا نعود إلى سلطنة عمان والمهندس عثمان. سيدي الكريم، إذا سمحت لي بسؤال أيضا من واقع خبرتك أيضا لا شك، يعني كيف يمكن، وتحدثنا طبعا بإسهاب وبإطالة، لكن
بخصوصية، ولما تحدثنا كثير عن الستم اللي ساينس تكنولوجي ادوكيشن اند ماث وانجينيرينج عفوا اند ماث، هل يعني كيف ترى الفاب لابز لها دور في المساهمة في تعليم هذه العلوم، علوم الهندسة، علوم التكنولوجيا، علوم الرياضيات، واعتقد اضافوا شيء اخر مرات يمكن ستم مرات اي اي ام صح ارت اتوقع، ومرات بنشوف الاس كمان، يعني قد تتسع الامور، فهل يتسع فعلا هذا المختصر لكل هذه العلوم، والفاب لاب سيغطي كل هذه العلوم من هندسه وفن ورياضيات وتكنولوجيا وغيرها؟ لك الحديث مهندس عثمان. وفي اضافات ثانيه بعد، انا اخر مره التقيت بستريم او STREAM اللي هو الار للريسيرش والاي للارت، ففي خلاف كبير طبعا، في خلاف كبير جدا، البعض يشوف انه ستيم هي ستيم فقط، البعض يصر على إضافة الـ A ومؤخراً إضافة الـ R، ففي نقاش كبير. إحنا في السلطنة كمنهج معتمد STEM هو المعتمد، الـ Science Technology Engineering and Mathematics، كموبايل لاب المنهج المعتمد هو يقدم STEM لفئة معينة من طلاب المدارس. الهدف من تقديم STEM هو نفس أهداف حصلنا في تشابه في الأهداف من الفاب لاب إلى STEM بحسب الفئة العمرية. فإحنا مشينا مع STEM حسب متطلبات وزارة التربية، هم اللي طلبوا منا نركز على STEM. في نفس الوقت عملنا الأشياء الإضافية اللي معنا في الفاب لاب. إحنا الفاب لاب نحب نقدمه بطريقة ال project based، منهج مبني على بناء المشاريع. فنفضل إنه نبدأ من الآخر، نبدأ بالفكرة، فكرة مشروع أو مشكلة معينة يواجهها الطلاب في المدرسة أو في البيئة حولهم. يجيبوا فكرة لسيستم في نوع من الأوتوميشن أو روبوتيك أو أي شيء ممكن يصنع في الفاب لاب، من ثم نبدأ تدريس كيف ممكن نصنع. فإحنا ماشيين بهذا المنهج في الفاب لاب، بس لأنه طلب منا ستيم، حتى في ستيم في روبوتكس معينة، إحنا وزارة التربية معهم تعاقد مع الليجو ومع الفيكس روبوتكس أيضا، في بعض المؤسسات الأخرى، فهم يفضلوا حتى كبراند هم اشترطوا علينا أنه تروحوا للبراند الفلاني. احنا ماشيين فيه، بس انا كشخص شخصيا يمكن كوني مهندس يمكن هو السبب، افضل البناء على المشاريع كونها من تجربه الطلاب اكثر يتفاعلوا معها، ومن تجربه الطالب يتعلم بشكل اسرع، خلال ايام معدوده الطالب يمر على احنا مقسمين البروسيس الى اربع مراحل: الايديشن، الديزاين، الفابريكيشن، وفي الاخير امبلمنتيشن او تيستينج. فمثل ما يقول انا احب ارمي الشخص في البحر ويتعلم كيف يسبح، بدلاً من أنه أجلس معه وأعلمه السباحة خطوة خطوة. يمكن تشبيه شوية صعب، بس كاين نوع فكرة وصلت. وصلت طبعاً مهندس عثمان، أشكرك يعني لهذه الإجابة. وفعلياً يعني قد يكون هناك دائماً يعني نحكي سقف السماء في الإبداع والابتكار، ويعني ستيم وستيم وستيمر وستريمر، وما بتعرف وين ممكن توصل الأمور، مثل السمارت اوبجكتيفز اضافوا لها سمارتر اي ار كمان بالاخير، فما بتعرف وين الدنيا. والليرنينج بيراميد اتوقع او الكون اوف ليرنينج كان اكثر شيء هو معرفه النفس، او اللي اضافوا عليها فوق كمان على راسه اون ذا توب اوف ذا تيب، ما بعرف سيلف ايدنتيفيكيشن ولا كرياتيفيتي او سمثينج، يعني برضو تضاف دائما العلوم متطوره جدا جدا بشكل كثير كبير، والتعريفات بشكل كثير كبير. خليني بس هيك أقرأ برضو سريعا من تعليقات متابعينا اللي بنشكرهم طبعا، اللي متابعونا وبيحيونا وبيبعتونا كثير من التعليقات. على سبيل المثال كمان إذا نحكي أيضا مين عم في سؤال هون كان كنت حاب أوجهه لأحد المتحدثين الكرام، الله يعطيكم العافية، جهودكم مباركة. سؤال عن تدريب الكوادر الإدارية والتدريسية على برامج شبيهة وليس بمثل، لأنها أكيد تختلف بالمكان والزمان وإلا مكانات، هل يتم دعم ذلك عن طريق وسائل التواصل والفائدة للجميع بمشاريع تربوية؟ أنا صراحة ما يعني من اللغة الأخت سهر حداد إذا تستطيعي يعني إعادة صياغة السؤال، لكن إذا أنا كنت حللت السؤال بشكل واضح، وعن تدريب الكوادر الإدارية والتدريسية على برامج شبيهة، يعني
ما هو المطلوب فعليا من التدريب، لانه فعلا احنا بدنا ناسس معلمينا وكوادرنا على هذه المهارات الرقمية بداية لنقلها لطلابنا وايضا لنقلها لكوادر اخرى. يعني ما كيف دورات التي او تي ترينينج اوف ترينرز، فاحنا بدنا بايلوت ترينرز مثلا او اساتذه ومعلمين ومعلمات يتلقوا الجرعه الاولى نسميها من المهارات الرقميه وهم ينقلوها الى الاخرين وتنتشر بهذه الطريقه. انا اذا بسمحوا لي انا حاب اسمع وجهه نظر يعني كل متحدث هنا، نبدا بالدكتور حسن وتباعا كسؤال فعليا، ماذا ينقص كوادرنا التعليميه والتدريبيه في مدارسنا في جامعاتنا؟ هل هناك مناهج وسيرتيفيكيشنز متخصصه؟ هل هي نقل معرفه فقط من خلال خبراء امثال حضراتكم؟ ما هي الجهه المعتمده او ما هو العلم المعتمد وما هي المهاره المعتمده التي يمكن ان يقال انه هذا الشخص لديه المهاره وعلى قدره على تعليم المهارات الرقميه في التصنيع الرقمي في الفاب لابس؟ دكتور حسن اكيد لديك الكثير لتقول في هذا الكلام، تفضل سيدي. شكرا جزيلا. بصراحة هو الخطوة الأولى لإنشاء الفاب لابس لازم تكون بتدريب الناس تشتغل في الفاب لابس. أنا بتذكر البشمهندس مي أظن حكت عن الموضوع، ويعني حتى لو بدنا نطبق الأساسيات إحنا بدنا نجيب مدرسين، بدنا نجيب دكاترة جامعات، بدنا نجيب مهندسين يشتغلوا في الجامعات، كلهم هذول لازم يتدربوا على كيفية استخدام مرفقات الفاب لابس، على كيفية التصميم الهندسي والتصميم العلمي عن طريق السوفت وير وعن طريق كيفية استخدام معظم الأجهزة اللي موجودة في الفاب لاب. هذا إشي أساسي طبعاً، يعني أنا ما راح أقدر أعطي أي فائدة علمية أبداً للطلاب إذا ما كنت أنا أعرف فعلياً الانز اند اوتس، ما بعرف أستخدم الفاب لاب في البداية. إحنا صراحة للأسف هاي المشكلة كانت موجودة زمان، يعني أنا بتذكر أيام ما كنا في الجامعة. يعني بكل مثال بسيط انه دكتور بدرسك مادة بيعطيك المختبر وما بعرف اي شيء عن المختبر للأسف، لانه بجوز ما عمره دخله، يعني هو فقط بدرس المادة فقط للفائدة العلمية وليست العملية. احنا لازم نغير من المنظور، احنا لازم نركز على الفائدة العملية للطالب ونبدأ بتدريب الكوادر طبعا، وهذا شيء اساسي. في بعطيك مثال بسيط جدا سريع، احنا عندنا في الجامعة اللي هون بنستضيف مدرسين من مدارس حوالينا، مدارس الـ ISD اللي هم بسموهم الثانوية، في خلال فترة الصيف لمدة شهر بحاضنة بنعلمهم مهارات التصنيع واستخدام مرفقات الفاب لاب لمدة حوالي 3 أسابيع، وهذا إشي أساسي طبعاً. إحنا لأنه الطلاب لما يجوا علينا بدنا إياهم يكون عندهم شوية خبرة بسيطة. طبعاً المدارس الثانوية هون عندها its own fab labs سعادة، فيعني مش محتاجين انه نعطيهم fab labs من عندنا. بس طبعا اكيد شكرا جزيلا انك برضو سألت هذا السؤال او للي سأل هذا السؤال على فيسبوك. العفو العفو مهندس حسن، لا شك يعني هذا سؤال مهم وقد ينطبق على العديد من التخصصات وليس فقط المهارات التصنيع الرقمي، لكن كونها حديثة وهناك جدلية كبيرة ما زالت حول أهميتها، يعني لهذا المستوى احنا بنحكي على زرع الثقافة بداية، ما بالك تمكين وتأهيل معلمينا ومؤسساتنا ومحاضرينا في الجامعات وغيرها من المعاهد اللي هم مؤهلين. ولا أخفيك يعني قد تكون أيضا انتشرت الآن تجاريا بعض المراكز والمؤسسات بعدة مجالات بالكودينج وغيرها، مثلا بالروبوتكس وغيره، وهذه الأمور وصراحة أنا بسمع من كثير يعني بالأردن تحديدا، يعني ما هي الجهة الموثوقة التي فعلا تدرب على هذه المهارات؟ وأيضا ريادة الأعمال، هناك العديد من المناهج والمبادرات التي تقوم بتدريس وتدريب مهارات ريادة الأعمال. فأنا برأيي فعلا ما زلنا بحاجة لجهة، ما بدي أحكي اعتمادية معينة، وقد تكون ولما لا، يعني إذا الجامعات أنشأت تخصصات معينة وخريجين وتصبح برخص، لأنه عم نحكي عن تأسيس مستقبل كبير يعني كامل، ويمكن لازم يكون فيها أخلاقيات أيضا، يعني يمكن نحكي عن ethical practices بهذا الموضوع زي لما كنا نحكي زمان على الاستنساخ وأصبح شيء قديم، فيمكن يعني بحاجة لتصميم شيء، وقد تكون هاي أيضا توصية نخرج بها ونستضيفها. وأنا متأكد إذا السيد مهند الخطيب ومن يتابعنا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعلا التباحث في أهمية يعني تصميم مساقات أو أقسام معينة أو تخصصات معينة في هذه التخصصات الرقمية، وقد يكون ذلك بالتشاركية مع القطاعات الصناعية المتخصصة في هذا المجال التي هي صاحبة الأهلية خلينا نحكي لأنها تصنع،
يعني المهندس علاء الدين خواجه في إيرباص عم بيحكي عن طيران، ما بالك إيرباص تقود يعني كلية كاملة وأنا متأكد أنها قادرة، وأيضا في مجالات أخرى من مستشفيات وجامعات وقطاعات مختلفة تقود هذا الكلام. أشكرك سيدي على هذا الطرح مهندس حسن. مهندس يمي أيضا سؤال لك سيدتي في هذا المجال، يعني ماذا تقترحينه لتدريب الكوادر التعليمية وتطويرها وماذا تحتاج بوجهة نظرك من خلال خبرتك؟ أنا برضو وافق دكتور حسن إن ده سؤال مهم جدا، وإنه علشان أطور أنا ممكن أشتغل مع الطلبة بتوعي طول الوقت، ولكن علشان أسستين الإمباكت اللي بيحصل وعلشان في أي وقت أنا عايز الموضوع ده يستمر، فلازم المدرسين بأي شكل من الأشكال سواء يعني أساتذة جامعة أو مدرسين في المدارس لازم يبقوا مؤهلين إن هم أصلاً يبقوا مع تطور هذا العالم اللي بيحصل فيه بقى، وتطور التكنولوجي والديجيتال ترانسفورميشن والجوبز الجديدة اللي بتطلع دلوقتي. فمن منظوري يعني أو يعني أعتقد إن في 4 حاجات مهمين جداً لازم يبقوا موجودين في تطوير المعلمين على جميع الأصعدة، سواء على مستوى الجامعة أو على مستوى المدارس. اشتغلنا مع الناحيتين هنا في مصر. وأول حاجة هي إن طريقة التدريب نفسها تبقى مختلفة. إحنا بننسى المعلمين شخصيا. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا دايما بنحط الكونسيب بتاعنا أو إن إحنا نبقى بندرب المعلمين عشان يفيدوا الطلبة، وبننسى في النص إن المعلمين شخصيا هم أشخاص محتاجة inspiration ومحتاجة تطوير، وهم شخصيا they need support, they need emotional support, they need mentorship. ممكن بشكل لطيف جدا أقعد في غرفة فيها 30 متدرب وتولز وأدوات ولطيفة جدا وتبقى الكورس ماشي كويس جدا، بس أخد ده من الغرفة دي أنقله للريل لايف وإزاي أطبق ده مع في الجامعة مع ممكن 500 طالب أو 700 طالب. ده في وقت من الأوقات النقلة دي فعلا بتخوف المدرسين جدا، وعند أول تصادم بأي شكل من الأشكال سواء حتى في المدارس والفصول عند أي تصادم أو أي تغيير وهم يعني لسه بيواجهوا الحاجة الجديدة دي، فهم بيرجعوا دايركتلي للكومفورت زون والتراديشنال ميثودولوجيز والتولز اللي هم عارفينها ويقولوا لا 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 خلاص مش مشكلة، حلو حلو عرفنا الكلام ده، بس يعني لا خلينا في اللي احنا عارفين. فمهم جدا ان احنا في اي حد هيبقى يعني بيخوض تجربة الـ TOT او ان هو يبقى بيدرب المعلم يبقى فاهم هذا الجانب، يبقى فاهم انه محتاجين ده جدا. والحاجة التانية إن إحنا نبقى بنربط كل التوبكس اللي إحنا بنتكلم عليها سواء تكنولوجية أو غير تكنولوجية بالتطبيقات العملية ليها، وأنا what's in it for me، يعني ناخد منظور المدرس أو ناخد منظور الطالب إن what's in it for me إن أنا أتعلم حاجة زي كده. زي ما قلت في البرزنتيشن إن أنا كان معانا حد دكتور في الفلسفة، فهو كان أول سؤال بيسأله what's in it for me، أنا أربط الكلام ده إزاي والطلبة بتوعي الكلام ده إزاي. فمهم جدا إحنا نبقى بنتكلم في كل التوبكس التكنولوجية الجديدة والترندز واللي هي اللي هو بيسمعها كتير في حياته، وأربط الكلام ده بالديلي لايف لأنه زي ما إحنا بنتكلم في البراكتيكال بشكل أو بآخر. وآخر حاجتين بالنسبة لي مهندسة تسمحي لي أشاركك بس بسؤال قد يكون أيضا نضيف لإجابتك، وبرضه يعني ما بدنا يعني سنحرص على وقت الجميع، لكن من خلال إجابتك وصلنا سؤال أيضا من السيد محمود مرقة وقد يكون يعني في صميم اللي عم تحكي حضرتك الآن، بيحكي إنه كيف يمكن التوفيق بين التعلم عبر الإنترنت وتنمية وتعزيز مهارات الطلاب، وركزت بحديثك مهندس مي على مختبرات تعلم وهذه مكلفة وربما غير متاحة للجميع، ولا يوجد دائما منظمات NGOs تدعم هذه المشاريع، هل يمكن تطوير المهارات بدون مختبرات فابلاب؟ يعني هنا ايضا احنا بنحكي تطوير مهارات اما تدريب الطلاب طبعا واما الكوادر التعليميه، فعليا هي مكلفه فبالتالي لا يمكن تدريب الا بوجود الفابلاب، ولا يمكن تدريبها اونلاين او ديستنس او كذلك. لا طبعا ينفع لانه في ينفع؟ لا ينفع طبعا لانه في 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 كونسبت كثيره جدا ظهرت زي الجامفيكيشن والسيميليشن والاونلاين ليرنينج
في حاجات كتيره جدا ظهرت على الكمبيوتر واقدر استخدم فيها، وبالذات بقى في الالكترونكس والتكنولوجي وايفن الديزاين والكلام ده كله. لا ففي حاجات كتيره جدا، وايفن طرق التدريس، ففي سيميليشنز وفي جاميفيكيشن، الكونسبت ده ظهر جديد، والجيم بيز ليرنينج، في حاجات كتيره جدا، في تولز اقدر اجيبها، وفي تولز اقدر استخدمها من البيت اوريدي كمان. اذا لن تكون التكلفه هي عائق دائما يعني نعلق لا. عليها بالضبط عدم بالزبط. التدريب والمضي قدما في بالزبط. فعلا التطور يعني اشكر اجابتك مهندس، شكرا جزيلا لك ولكلامك الطيب، واسمحي لنا يعني قد يكون الوقت تداركنا والحديث شيق، وانا لم اشعر انه صار ساعتين الان في التمام والكمال، الساعه 8 مساء بتوقيت عمان، فما بدنا نطول عليك، وقتك مقدر ومحترم جدا. في دقيقة إذا بنسمع من المهندس علاء الدين الخواجي أيضا توصية نهائية قد يساهم في نفس الفكرة اللي عم نحكي عليها، ونختم في نهاية الحديث أيضا في سلطنة عمان الشقيقة مع المهندس عثمان. مهندس علاء الدين، ممكن يعني توصية نهائية قد تكون فيما نتحدث فيه الآن حول تدريب الكوادر وتأهيلهم ومدى أهمية إعدادهم في نقل المعرفة والتدريب على مهارات رقمية في مؤسساتنا التعليمية؟ أكيد سيد العزيز، أنا بدي أختم بإيجاز، بدي أول شيء أنوه على أنه إحنا بنواجه مشكلة موثوقية جودة التدريب عندنا بالاستثناء في دولنا، فهذه الأمانة المشكلة المعضلة اللي إحنا بنواجهها بدنا نعالجها. اليوم بطل في ثقة لأي جهة اعتمادية أو جهة تدريب، لهيك للأسف إحنا كلياتنا بنلجأ بالاستثناء للجهات الأجنبية والخارجية في موضوع التدريب. It's fine إذا كان هذا الموضوع بده يخلينا جاهزين بمرحلة ثانية متقدمة نكون إحنا نعطي التدريبات هاي. بدنا نركز على موضوع المؤسسية. اليوم لما بدنا نحكي عن منظومة وعن مشروع زي هيك بدنا نشوفه كأنه مشروع طويل الأمد، نشوف إيش الريسورسز اللي بنحتاجها، إيش الباث اللي بيمر فيه، مش مجرد نشرح الأيديا ونحكي يلا إحنا بدنا نعمل وبدنا نساوي، لا بدنا نعامله كمشروع محدد بمايلستونز معينة، بأوبجكتيفز معينة، بديدلاينز. بهاي الطريقة برأيي إحنا بنقدر نوصل لأي شيء achievable، وبتعاون طبعا من الجميع. نقطة صغيرة بدي أختم فيها بس اللي حاب يشوف learning by doing، فيديو بحلقة للإعلام والمفكر المجتمع أحمد الشقيري، برنامج خواطر 8:30 اسمها أشركني، يا ريت هيك اللي ما حضرها يحضرها، هي فعليا بتختصر كل موضوع learning by doing. يعطيكم ألف عافية جميعا، وهذا ما لدي، شكرا جزيلا. أشكرك مهندس علاء على هاي المشاركة يعني والإضافة، وراح نتابع أكيد فعلا يعني حضرتك مصدر موثوق لهذه المعلومات، فأشكرك سيدي لهذا الطرح. ختامها مسك مهندس عثمان من سلطنة عمان، سيدي أيضا في دقيقة إذا لديك ما تنهي به من توصية، وحول ما نتحدث فيه، ومهم هذا السؤال كان حول التدريب وبناء قدرات ومهارات المعلمين والكوادر، ومدى موثوقية الجهات التي قد تؤهل هذه الكوادر لنقل المعرفة في مؤسساتنا التعليمية. تفضل مهندس. جميل، أنا في عندي توصية واحدة يمكن أضيف اللي ذكروا الأخوة، وهي نقطة أهمية اختيارنا للأوبن سورس سوفت وير خاصة في الجانب التعليمي، وهذا توجه مهم للدراسة لسبب واحد. إحنا في فترة كان وزارة التربية تدرب برنامج معين ما بذكر اسمه، ولكنه محتكر في نهاية شركة واحدة، فاللي حصل إنه خريجين دفعات في هذه الفترة خلاص صاروا يعرفوا هذا البرنامج فقط، وما يعرفوا برامج السوفت وير للشركات المنافسة، فخلقنا ثقافة نوعا ما خاطئة. الدرك الوضع الحين صار في الأوبن سورس سوفت وير، فمهم إنه نعلم الطلاب الأوبن سورس سوفت وير لأنه غير محتكر لأي شركة، إضافة لأنه غالبا يكون فري سوفت وير، فهذا ميزة للجهات الحكومية. فأعتقد لازم كل فاب لابس إنه تركز بشكل أكبر على الأوبن سورس سوفت وير في الجانب التعليمي. كل الشكر والتقدير مهندس عثمان من سلطنة عمان، ومتحدثين الكرام والأكارم، لا يسعني في نهاية هذه الجلسة الحوارية إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان والفخر أني كنت بين هاي الكوكبة من الخبرات والقدرات العربية اللي نعتز فيها في هذا الموضوع والنقاش حول هذا الموضوع الهام جدا. تحياتنا لكل من تابعنا ولكل من بعث لي أسئلة وتحيات واستفسارات عبر البث المباشر على صفحة تيكوركس مصنع الأفكار، وشركائنا منطقة طلاوزة للمعرفة أيضا، ومؤسسة ولي العهد المظلة التي يعني تنطوي فيها العديد من مبادراتنا الشبابية والهامة جدا في تأهيل الشباب وكوادرها.
نتقدم جزيل الشكر كل باسمه المهندس حسن الدكتور حسن قنديل، كل احترام والتقدير من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا الآن، كل احترام سيدي وشكرا لوقتك الثمين. المهندسة مي الدرديري من جمهورية مصر العربية، شكرا سيدتي لوجودك معنا اليوم ولها الطاقة الإيجابية أيضا والكلام المحفز. المهندس علاء الدين الخواجة سيدي، شكرا لك جزيلا وأيضا لهذه المعلومات القيمة والمهارات اللي شاركنا فيها. وختامها مسك أيضا مع سلطنة عمان الحبيبة والشقيقة المهندس عثمان المنظري، شكرا سيدي لوجودك معنا اليوم أيضا معنا لمدة ساعتين من الزمن. لا شك الكل استمتع والكل استفاد، وأنا شخصيا استفدت كثير كثير جدا جدا، استفدت من كل خبراتكم، وأتمنى اللقاء بكم في مناسبات أخرى. والشكر الأكبر لمنصة TechWorks مصنع الأفكار اللي جمعتنا اليوم وتواجدنا، ونتمنى أنه هذه الجلسة حققت أهدافها. وشكرا للجميع ويسعد مساكم يا رب، وأعود بالكلام إلى